تحياتي سيرجون جانكو الكوسا، سيرجون شيف جانكو سيرفيس. جانكو تحت 100 في برسويت. نزيد كي جيت يا معلم. باهي، تحت 100. فين البورسويت؟ هو تعدى لمنية كذا هز نفضني يعني. اهلا اهلا، وينك يا سيد؟ وينك؟ لاباس عليك. شني الدنيا شني الاحوال؟ والماكلة زاد والماكلة زاد. شو نعمل يا خويا؟ متجوعوش. ايه هاو قريبة كوزة بحذاك. روحني يجري في 300. هاي كيف احكي لي كوزا، قال لي انت ما بطلت ما عادش تحب تخرج من الحاج. هاي وعليه كراسي على الحيط. فما ما بيتنا بيت نجم تزيد تهرب، عندك ثقة في روحك. فما ما بيع بيها هي خويا مريكل. خويا مريكل هاي اسمعني بلي، شوف انك جوزيف برايس موجود بجاه ربي. ها؟ بجاه ربي يضرب ضربة في الراديو. شوف مش موجود، مش موجود. كرر البلاي كرر. هانتر موجود؟ عبيد مصلح صاحبي يدور في البلاي. مش موجودين زميل. هز مواطن قلت لي يا جانجو. مش موجودين زميل. المركز موجودين هانتر وجوزيف. مش موجودين. ايه قلت لك انت اعلى جراد، انت اعلى جراد توا. ايه ولا يا ربي صوتك هبني ولا على جراد. زين عليه شبيه بيه مريك لا بيه يا واضح. حتى نكلمك في موضوع واضح. باش تعطيني مواصفات من المنطقه الكرب في 100 تلفون. شيرتك الشوب اللي ورا المركز عرفته. باش نحطو في ال باركي لنا فهم باركي. يا جانجو يا جانجو الامال هذا دي شنو هي الامال هذا تدي نظم لي الباركينغ لهنا. باهي سي العصيص. يا تعدى 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 دي شنو هي الامال هذا نظموا لي الباركينغ يهديكم رب. تخرا في كهرباء سينيور جانجو تخرا في النفار يا شارف. لا 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 سينيور جانجو قاعد تسرق. الله 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 الله. لا لا لا
شنو هي التسلا هذه؟ اولا اولا سينيور جانجو ها كالعادة تنظف لا ما حبوش لا يتنظف ولا الزحر صوتك صوتك علاش بيه جيت بعضها متعب شو تبعض نعم تحكي بحاجة اخرى مش مشكلة مش مشكلة فينو في المنظر يا منظر قالك يا حرك لي لهنا الامور يا ديك المره تكلم في التليفون موجود هو متكلم في التليفون لا تكلم ولا شعرك اصفر بالله ايه حتى شعره من لون اصفر سيب لي سيب لي انتي اصفر يا سيدي وريت وانت يا بيصير زميلك معرف زميلي عندك حق تعرف فكر جو مان يا رحمن يا لا لا حتى الشرك محدود ايه ذكرتني حق عملتك به ده ده شرك يا دقة فيها مانيش اسمع فيها كفا ماذا يا ستين بيذي خذ هذو مزوزة هذو ما بهي بر له مموش بس كرتوش بحنا الميكانو ويه واه بالليل اسمع فيك اسمع وليت ما حس كرتوش في الميكانو تليفون واضح هيا في دقيقه دقيقه اسمعني يا يا جانجو تسمع فيك جميل ماذا بيك تبقى قريب ما تدخلش في الموقع ما بقى قريب قاعد مش قاعد مش قاعد ندخل ما قاعد ندور على الموقع اي يبقى قريب باش كرفه ما حاجه تعطينا فوق راني مسكر الميكانو ومحاضر الميكانو اللي باش يخرج راني باش نشد بريك ريفلكس شكون عليه تفكر في ثقة جانجو كرتوش كرتوش يوط ونتقولي عليها تفكر ثقة شبيك متقلق يا زميل ليه حسيتك كي ما عجبك شوية تفكر الميكانو هي ما تجيش تفكر الميكانو انا اقول مسكر قد عمل بلوك الانترنس زميل يقصد عمل بلوك الانترنس اختم على كيفكم يا زميل دبر راسك شوفوا انا البت تبع الوليد اللي نحكيو بيه يجيو يعاونوني بيه وحده كان تاع شيلد يا اخي صبر حط حط كاربوسن يا بيه يا زميل حكي وشو يا زميل حكي اي شجره يا مسخ اي يجي لك عن كرتوش الداخل افتح الباب هاي هاي الكهرباء هاي هاي جبت سلاح جبت سلاح الطفلة فما سلاح فما سلاح راه قدام الزمي زمري حشرتنا بتاع الميكانو حشرتنا بتاع الميكانو زمري كيفاش جميع الوحدات بالله اها اها الزم الولاد الناس كل كي ريت الف ميكانو باك اب زمري باك اب باك اب صاحبو صاير نحن نسيرو فما كيفك الزمير هاي كاملو كروتير الزبير هما داخل هو يلعب برشا بالكرب تجري برشا قاعد يلعب بيمين يسار
شكيك اللي يحب يرعش يا برو. على كل كعبة مش نحسب له ألف دولار اللي قال لحم هذا الكيس. جدي وين راكود لك؟ في الحياة الأخرى. قلت مش يصلي في بيتك. لحظة بالله آه يا جانكو. آه. علي. ها؟ علي. شو ما فيك يا ودعم تاكوزا. او قال لي شو اسمه زقرت حاجتك بيا شو فاهم مازال مانيش حاجتي بيك اه؟ ليه ليه ما قلتش حاجتي بيك اه بيه بالليه اسمالي حاجتي بفلوس انا تو نلقى عندك كلا راضر بضرب شيوك شيوك قديه فلوس قديه 50 زيد شوية خطرني في بورس بيك بعد كي استيطر يديم فيها مريق اللي شنجنجو مثل بعض غير نكمل مع السيد هذا بنمشي. قلت لي شو وفرتوه صحيح. يعني في قرد رو بكري ما وقت بدي بشي تقريب هذا القرد يصف الكرم. ايه هو القرد يصف الكرم. شفت بدي برشا غرايب في الدنيا ما قرد يطخ الكرم ولا ايه. لازم نطيشوا في الجبل كالعاده. رجعوا للخاف بس. رجعت قبل الغاب يا طار يا معلم يا هو هكا ذاك مشي في السبيطار عنده الشواء عنده طاح ممرية شا تبكي عندي 22 مليون يا تشني كرسي برجع ليه بتعدي لخطايا تعطي بعد ترحى ايه يخدم خطايا هذيكم اللي فهم الفلوس قاعدي نعم ترفى الطمق تعلم لهم السيريان يا ديك يابا صاحوا شو دوماليه تمام في سردون يا قامت كومت وانت الحاكيين بدي ايه صاحوا الكل جنجو صاحوا الكل قامت كفر الراديو من دوماليه صاحوا الكل مش تنكر قلت تشرك اللي اعطيتهم لي واحدة انت هتشيل من اخرى انت هتنايا ازهر ازهر ايش هيك ايش معنى يا الزبي نبدا نمشي تحت على الزبي في الاول شيء انا ايه الاقوى اللي اعطيتهم لي تشيل ولا ازهر ليه نقص الكواليتي معنى داي هكا تو تبي شوية صح؟ ليش؟ عندك شكون داخل معاك في الكهرباء؟ اه تتوجه تبي تشوف برا برا ال حط الزملاء اسمعني يا من بعيد اصلا لا تقينا تكتشف اللي غادي يكون نيكو هما برشا راهو تو هادي الجنك برشا ما عنديش 100 و100 كلا يا مش ما تعطش تعلق فركزني كان تنجم طيشتي في الكفر باللي هي طرف 100 و طبيعي لا هوني هالبيت أربع كعبات مية وكعبتين سنيك أو تشينا سموها شي عرفتها كرابتك سيادتك هو حابي جيبالي سويق حابيش أركز مع برشا خطر عنا ثم لزاي
طيب هنا نحط ام 4 ولا تستج ام 4 ما تفكرت له شو تفكرت هم واحد يخرط نعرف شو بده باس شنو اللي هدو ما دي فهم تكوه في الرجل شو واحد بركة طاح فما واحد أبارو هو بركة بس بجنون جي سير ايه فما كان يبي ليه كيف فهم شو فيها بعد سنيار مثل واحد ما يشوف حد ايش بعمله ليك جنجو كي نمشيو للمركز تاعش لي امون تاع ان فور وفي حد فكرتو هاي الكهرباء اللي كنا خالتين عليها عص عليها هم طبيب هاي شبيه سيد اللي معك عمل اكسيدون الكهرباء ده اخوه في كربوستنج ليه عم طبيب فماش طبيب ولا فما طبيب ولا كسكيليا فما طبيب أفضل فما طبيب أفضل يمو زملائكم كلمة فين الطبيب وش في طايا سا عمل لك سيدون وين لك سيدون عمل دو خوفي كربوستك نعم كلك فين الطبيب فما هذا طبيب را الطبيب سكر معناتها منجية وخرج ربي فما دكتور موجود فما حد في الرجيون فيها والله حتى في شبيتها هاي تعرف شو تعمل يا برو ندعي شبيبتاك ريت الحظ يا زميلي يا زميلي
فهمتش الزميل شي عمل غادي كان يدوخينو في غرفة وكان معايا راه داك كيف السبيطار الزبدة تبقيت سومالي وين هما جانجو داك في راسي خينا مرات فيهم ولا فما حد كان انا وياك وقارة سيدي دايخ قارة موش في الراديو تقريب فما واميس هكا في وسط الجبل شي يعمل غادي بدا يمشي له يمشي له تهيلو تقريب عادي وعليش ما يشيله سلام ديخ مسكين طاح له السك هاي بارد طايش في السبيطار تهزنا بالليل السبيطار لا طلع اهبط يرحم والدي اهبط عايش خوي اهبط عايش خوي برا هزو كعابي صح برا معلم يفكرني فيش كوات سيبي اتحرقت كره شبح كره نقعد نصرف على هكا على كره ثم شكون قال حاجة في الراديو ده فما زميل في الراديو معانا وديت مش هذا انت عم بكري متصلحش غاد يا معلم او يا معلم صلحوا كم يا باشا يا اخوي السلام عليكم متصلحش تصلحش غادي دخل لديخ قتلو ما يسمعش الكلام سيبا انت ما يسمش يكنسلها ما عاش تصلح غادي هي مشكلة دي عبد ولا شغل انا فهمت اكثر حوش حاجة اسمها الدوش عادي عادي هوملس صاحبي برشا هوملس حق فيه دي جنكو احرق فيه صاحبي وقت وقته بالليل انا فيك طيب احسن ايه في الثاني امشي الرابع 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 شو تجري الكهرباء يا جنك نك نك هي قفشة عادي 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 حديد حديد خمسة فيرو هم أربعة هذي خمسة هذي خمسة هذي الثلث سبعة يا بابي تك تك على اليمين تك زيب هناك حياة ولا لا نفر قفلة سوق سبعة ثامن تسعة العاشر احداش اثناش مش كرافت راندي هذا يا 13 مين يصير نعرفش يسوق 14 15 16 هيا اقفز بيك اوه يا برو يا معلم
هيك ايه. هو تقلبت مرتين الكهرباء نحشمه شوية. يقلب مندرك. خوي السلام عليكم. يا ماما كهرباء مسروقة يا ماما كهربتنا راه الرسمي جاوك بيت والله هنوصلوها لكم ابعثها عنا امباوند قديش هما؟ وصلت ل 17 شوفهم فكر كله تريس في ال 400 ترى 14 ل 400 لحظة يجيو خوي البيه 6-7 ملي اوكي بهي فميس فميس تعرف تديو فما معهم فهمتني يجيو السرعة المحددة هي فهمتني قلبوا بدخل تعريفه برمية زامة وكربة مسروقة زيادة يا رسول الله في الحاصل عنده 7 ملين حاصلين هذوك ليه اكتر مع الاخطاء الاخرين اكتر فما 10 منين اخسر ايه ينبي زيادة شاندو شاندو عليش على الهم اللي تحتك يا رسول الله تفهموش فهم اذوكم يتقاهوا شوية غادي فيهم وفيهم لا يدين لغة يا رسول الله تأكد مالي تاو بعد شوي انت مش نسمحي له كافيش شكرا شيخ في يدي فركستو فركست شو اسمك انت؟ دريوم دريوم هكا اي can you spell it هكا دريوم D-A-R-U-O-M هاي كرتابتك ايش تحتك اي دي كارد عنده اعطيني الاي دي كيف اعطيني الاي دي كارد تياك بطاقة تعريف لغة اخرى عنيش عندي زوز انفور نحن عزمنا معناها جيك شقيت تحته دي زيمية باتو ماتريال متاع هاك وشني كنت ناوي تاع والله خليها بصديق عندي وقع نحوس معناها حوس باتو ماتريال هاك خليها البات يدك مش ندفع على روحي يدك مش ندفع على روحي على ما يتي من هذا السنة يجي يبركيوني أي أي موضوع إيه أنت تحتك فما حاجة ما أنت بستفع على روحك شنين اللي تحتك قلت لي ماتريال هاكين كنت عم بيه مثل هاني قلت لك تم عندي صديق خليه ما عندي قال لي تونجي نهزم مع بعض أنت في بالك اللي روحه ممنوعين ولا آي قال لي اليوم ممنوعين إيه وأنت ماخذ ريسك باش تهز هذا الكل والله يخليك الريسك الحقيقي وعلاش خاطر صديق فما هاش اسمها صاحبة في السمية يحشي ولك كان صاحبك انت ايه هيك شوف هو صاحبك وين وشوف انت وين ونحي الراديو ما عادش تحكي فيه والله يا مرزني
تديد تديد واضح. سيد انا بعطوه حب صلة تنظيف حب فكني له كل شيء بطبيعته. انا انا بعطوه ينظف شوية شي تربى ما تعمله مع البسيط. هي هي الخطية ديك ده هروب منها. فهمت تديد لتديان الخطية سيد انت تديان انت تديان ضربات تسيبه تتهاكي وتتهاكي تعزيز خذ المركز خميس. اوكي اول مرة اعطيني ستيت اي دي انتياك. انا بعرف في كرب ماسكين محبوشين نحيو الماسكوية تعملوا لي برا جيب تعزيز ولا رفض. هاي يا سيدي يودي نمبر اي دي انتياك يا رسول الله فانسيس. فورير 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 زين كيف تطلع تخطي تحب التليفون ولا سلاش كاش ريجيستر؟ اي مخمم اي لا هي ما يتيك ال عامل برنامج سلطين هذوكم بيش شو اسمك انت سلعوض؟ لحظة بركة قلت شو اسمك عندك كاش تحتك ولا عطيله على البنك ولا سيء والله برش عمل يا رميس والله هي كنت عاتر منين طيحت لك من زين التعميم شاطر لا فلسني طبيعي فمش فمش هيك نعم دوموند يرجع لك الماتريال لا ايه فاهم الدوموند ايه حسره قبل ريتم اللي تعمل لهم دوموند كتكوفي تحشيله مضطرته مسيك انت واخوي نخمو في الخدمه ما عرفتش هي انا بساله بس تسال ما تسالش اي سايب عليك من لسه ثم انت تبيع شي بهمك. اه يا اخويا تمشي ملا تعمل لنا شويه تنظيفات فهمتني برا خلعت شويه خير زملاء فما شيء في الراديو فما زملاء كرتوش زملاء كرتوش عزوز زملاء عزوز زملاء كيف تبع التنظيف كيف تبع عزتين عمر كونسير فيسا فيسا لازم نمشي انا جينا انا جينا هاي هاي مزرو بير زميل حكيم قاعد يفايتي قاعد يفايتي قاعد يفايتي وين وين هذا الموقع صوت كتك الكتكوفي انا متوجهه ها زميل نورمال مو طاح راه هاكا جي بي اس ويتحرك اي اخي كيفاش يدخل في فايت وحده الزميل هذا بالله انت ثالث مرة زي مين طايح انا واحد قاعد يقولي من بكري قاعد يقولي ما جاي حد يعني غادي انا قاعدين كرتش علي انا من بعيد انا جيناك اسمع من بعيد وقفنا في الليل بدو بيركم تقربوا برشا ربش شوركم العجل قربوا فيا حتى يجيو 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 زملاء من الكونستراكشن اللي بحضر الكاتكوف عيني يا عيني تقولي عاجلك يا سي بون استنى كونستراكشن يا حمدي في عقلي قدام الكود كوفي قدامها بالضبط كاني وراك كاني وراك بقى عنصر مسلح اخفك يا الزميله الزميله ديد ديد واحد ديد مازال زوز ها طرفك الكهرباء البي ام ترون مش في اللوب الزميل ما تدورش في اللوب الجولف هربت قاعد وزوز لهنا زميله سيد حسين طايح راجع الجولف راجع يهدي كوفري راهو يهدي كوفري نو 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 اسسني وراك 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 اب شو 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 العجيري شو من العجيري كراب يجي هز الموقوف يا حمدي هز الموقوف نجي نطلعوا في كرة زميل هذاك هز يا حمدي هز الموقوف ايوا هز وجه زميل الموقوف هذاك هز باش زميل ايجا زميل ايش هز الزميل ايش تهبطوا يفايتيو فيهم هبطوا يفايتيو فيهم ما توحلش يا معلم نمبر بتاعنا شويه خلينا نهز الزملاء ونمشي تحت واحد طيحت واحد اخر هز
عاش تبوشي وحدك في فايت، عاش تبوشي وحدك يا ودي، انا هارب منهم هم خلطين علي يا زملاء كوفري وكل رهين السيد ما خلوش يهزوه. حتى زوز لنا ثلاثة كل في كل فما طفلة جاتكم من تيليا كلبك يا شكور. اقف اقف زيديك اقف بدك شغلك شغلك اهرب زميل خير لك زملاء برشا راح اوصل الشارع برشا راهم زملاء كل طاحوا ضال زميل وحدك راه زميل اسكت على راه ما بان تشيحو زميل وحدك راه سايبني زميل طرف نتصرف ده وجوي بيه تصرف اخوي براس فما طبيب ليلي ما فهميش طبيب فيها مشكلة كان انا وياك ادعي وي اي 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 وينك في عندي شوية مشاكل زي احمد بالله يا ودي ما تتربتي جزرتك كيفاش تسمع فيا جانجو؟ ما اسمع فيه قلت لك ابعث لي 50 مليون ترسيني مد في ترمتي يا يا زعقتي يا زف دقيقة بركة بالرسمي عادي ماشي يا دي صيي صيي مديتها وكملت يا زف اه جو كبير يا تستحق تستحق الكوزة انت تي ربخة عنا يا يا جو كبير يا يا البرتاج سايبه سايبه معلم هكا 40 في لقيته يا حمودي لقيته طايح في عرك امريكا ايش تش ايش هزتو بيكا شكون بيكا بيكا بنتي بيكا شكون شكون هذا بالعالم توب الحاكم
شكون نهزو نحن؟ انا ابوها. اه لحظة نسيت الماسك، سامحني وليدي. ترى اساس ترى محدد بالقطة. هاي تنجم تكون هزيناها، الله اعلم، شعاملة. من عرسنا شوفك بلاي، خلنا قول لي عندكم ولا خلنا نعرف كذا عندكم نتمنى على الاهل. لا ما هيش عنا، شوف بنتك فيها. بلا هيش كلم السلطات نتاعك اصحابك. لا ما عندي حتى اصحاب، اصحابي كل في السبيطار. ايه كفايه. انا ماشي، استنى الزملاء الاخرين. وانت الزملاء ما عادش تهزم وحدك زميل. دي مش وحدي، هما خلطوا علي انا هارب. هما خلطوا علي انا بفكرتوه اشرار. ضربوك على الموتور. يا صاحبي تراب تخلي في عيني مرة في حد ياسين مرسي بارتاج. انا نكلي مش التراب قدي في يدخل في عيني يا صاحبي من البلاصة حاسيد بط خط البلاصة بارا زميل. يا زميل شبيه لامو رايفل ما تحبش تدخل. ها شبيه هتحبش اخي تفسد لامو زيادة. في بيري عمدها مدك بالرسمي طاحاتلي بلي طايشني في المركز. فما طبيب ولا طبيبة ولا والله ما نعرف ما عندي شك. يلا النجم نديو يرا غيجة تام قلت مش هو طبيب هو النجم تضربة في ساقي وكا هو تضربة صغيرة مش طبيب يا بيانا مش حاكم صاحبي حاكم وات مش نتاشي في المركز زايد اللي تعدينا الايس بوك برسمين بعد ما نكمل. اسمعني طلعت الروح لا تتيدي رأي ها؟ طلعت الروح لا بعطتك الجولف للمركز بعطتها للمركز لك ما تخرج إلا ما مولاها بيدو يتشد يدي يوم رأم جوني للمركز يبارك ولا زيد سيد جانجو اخو دون فماش سلاحاتك هي مخيرة ولا فما كان لمسيس هذا كلي موجود. اه ما كنت في السبيطار ايه يخطيني الابليكاسيون هاي اللي ترشع بيت ويتشت مين ابليكاسيون جوب سنتر ولا مش تعم بيها جوب سنتر مش ما كيفية مش هم ابليكاسيون ترجع بيها دوتين فيها ليه يا هوكا فيلي جزارك فيلي جزارك اه يا جم شغل ليه عندي شوية محجوز صحيح السوماليه كوزا وندود اي مش قوية برشا خاطر اللي خطفت لي ما تتهلك لازمني نمشي نشري يعني يبيعوها هما لا
زي انتي وزهرة كتن هزك تشري يعني اعرف موليها دقيقة برك تنكر حتى البرديك اللي عندك هاي برا في جنكم تنظروا مع بعض جاي هو يا جانجو بلي راسين يوم وراي فلا اي جماعة طالع كوزة عندي حطينا كوزة بلي خوز اليوم وراي فلا يرحم ولديك شو بدي معاك هنكلم شي جيفارة سيبي عندي حاليا حسيت يدي جانجو انها قلت لي ريتك اتباطك قلت لك قلت لي هز هز طايح انا مشيت نهز الطايح خوي تفهم فيا دي مش العكس محش... انا هزيت زميل وانت تهز الطايح فهمتها يلا انا نهز فيه وما يحبش يتهز بيتنك في راسي يلا قاعد هيك الحرب معاها ما تخلي تراب في عيني عاد خوك مرة في حاسة عصبة نقا كين ثلاثة هابطين لي بالبات واحد اعطاك جول في الاخر بات ورسل كيفيت خوي كيفيت نكت لحظة في راسي انا قلت لك اقعد غادي كان عندك مشكلة ما غير ما تهبط مش بيعلق الاخرى هذا في كربوسك تقريبا مش موجود غلط اما راح اوك هبط طب مش كون كيف هذاك في ميتينغ تاعنا جارك في خدمتك ها في الايس بوكس انت لا برا في ميتينغ امريك اللي كلمني حشتي ميتينغ لا هي ميتينغ وري لك قديش عندك انت انا عندي 9 ل 90 ما تحبش تحب اكثر يا معلم اي حكي بتاع شيلد انا كرهها ماشي ده قال لي 200 قصا اي فما واحد يمشي للايس بوكس مو للايس بوكس كلمته مو للايس بوكس قال لي في 200 قلت لك اهلا اسلوب يا بيه اسمعتنيش انا في بيلي باش تكتك نلعبوا له السيد اللي طاح هذاك ونهزوا الزميل ونصرحوا ايوا ماشي تي صحيت هذيك حطينا في بيلي راه نهزوا سمولة تكتك ونصرح ايه تاكيد جوك بيه الولاد وماشي والله لحظة باش نلعب يو باش نلعب يو امو رايفل اسمي انا شنيا جيلي بربال ما عنديش ما على مليتي خويا كيما تشوف اه كيما مبكر على الغفل بلاي خلاص نجيب نمشي نبلعها نهز شوية جيليات نمشي حق جيليات لا لا الشيلد نتاعي جاوبي مري برجو ليه اوبي ياك الشيلد وريلك معلم مع صلاحة الحاكم وتولي كيرتن ايفل هاني نلم في خوي نلم في فلوس زمن 300 مليون Thank you.
حطوا في الساس يا حام. كادي داميانو وندوتي السلام عليكم اسكو. يا جانجو. اسمعني هو داميانو جي يخرج معاه زميل حكيم. يا جانجو. باه. طحت لك بموضوع يا جانجو. شو دخيل. من المحالة ما فما حتى خير. ليك مكرز انت فاصل ديما مكرز لان عارف يتنقب جانجو الزب يزحى يفرح الزب كرتش علينا اوه اوه شرب قاوتك ماله ايه لا جوي به حمد شرب قاوته وحكيم شرب قاوته مرتين اللي حضرت عليهم ايه ايه شكون 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 تحياتي دميان عرش كالف ودرشنية تحياتي دميان تحياتي انا جاي المركز يا معلم ما طيحتوا حد من هذم الكل طيحت زوز ما هوكش برشا أيوه. هم هزوا صحابه طيحتوا زوز حققتوا معهم ولا يا ولدي ما خلطناش باش نهزوهم زود مجموعاتهم الكل كيف برشا يا صاحبي هبطوا ماهوش بيستوليات راه انت نعرف فيهم بيستوليات يا سبي ما لاباش يفايتيو جموع باتيات بالزبط اما اسمعني البلاطه التراب راه التراب اللي يدخلك في عينيك يا كوزا ديريكت تنيك في راسك صح يا حكيم لا. السلام عليكم اسمع فيه ها؟ ياقف ياقف يا جنب ياقف 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 لحظة فهم شكون يحكي معاه ياقف ويه يدي فما إليه بهال يا حكيم اه تسمع فيا برو جاني دال بالله لا كربيدي كانت معاه مقبلك بلك وزا بلك اوي 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 السلام عليكم وعليكم السلام مش متاع السيارة اوراقي عندي عندي كون اوراقك عندي عندي وراقي ايه ولا السيارة ما عنديش اوراقها فاذا ليش تعيط هلا مديش بيك تتلاك شي معلم شكون عيط علي مديش نحكي معك نحكي مع العاونة هو انا نحكي معك شبيك تتلاك مديش نتلاك شقلت شبيك تعيط مديش نتلاك شقلت شبيك تغشش ديما بالله يفسر لي كربة بس مشكون بالله حك للدنيا اضحك بزمي بالرس مش بيكون حكا الحق انت ما تقشين يا اخي بليوس كل لحظة خلنا نسمع بس بيكون كربة ما دي تعامل بيه مع الموتني اعجب الدتي بيب ايجا يسلسك من كربة ما عش تحكي مع حد يا مواطن بيش تكون كربة مرتي شو اسمها مرتي سعاد محاسن سعاد محاسن اي شو كيف اسم العظيم في نرمال تطلع الكرب العبيدة كيكا كرم ايش لابس مسرعات لابس ما كنت يا اسمي بادرينو اسمي ليه ليه ليش ترفع فيه انت تو يدي يعمل جو ذي يعمل جو رو كيف عم كريم يخلص قلك على كل كرم ولا كفيش وليش لمسك في دي نم انت تو كرم لا يطلع اطلع اي نقص نقص انا نقص من صوتك شو قالك بلك شي مزرو بك شي باش تتولد انا مرتي تخلونا هكا معناها ليه هكا كرشة ماشي برا الله لا تربح ولا تبارك لك وفي العويشة اللي تحل لكم باب وإن شاء الله كل باب تقصدوا يقعد مسك آمين برا إن شاء الله تمرضوا بالكورونا ثلاثة إن شاء الله 40 خانة يا 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 الأربعة يا 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 تعوش بالكورونا يا 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 الربع طيونيك خليه كيك حفيان ليكين سعاد ما حاسد سعاد ما حاسد شو يعطيته فرصة راه قارق نبرد. بس مش كون كربة لما نهز. حتى ما عندش أوراقها أصلاً نرمون هزها اللي هي ما غير أوراق نهزها ديريك. خلي بس السؤال هاي تفوح على الزبي أنت يا تفوح. الوليد ولا فاهم الزبي هاش. علاش نلبس الدرع أنت يا أخوي نحطه تسكوتش تاع الدرع يتنحى. هاي لازم ما كيك. يدي يتنحى راه يرجع بس. يتنحى وبعديك. يا جانجو الزبي رانا ناكلين برشا دوينة أنا وياك. الجيم منفور. مروي خويا ميرسي بوكو اي دوي دورك عامل شغل دورك عايش خويا يا كوزا ما عندكش بالله شركه انت ما عنديش
هي مش تعطيك حق، تعطيك 20 مليون تاو. هي بسبعة مليون يا معلم. إذا ميسي تعطيك كوستا 20. ما عنديش. ليش أخوي براحتك؟ خاتم بيه ما عندكش خاتم؟ يا والله ما عندي، كل عندي إنسان فيها. كاتان شريف سيد صالح خلي يرجع. 21 مليون برا أخوي. يرجع شيكي برا كاتان شريف. اسمه تشي جيفارا يا اخي انت فاكره دي مش شاديني يا مره تشي جيفارا مولا مولا ايس بوكس الدنيا الدور ان شاء الله ان شاء الله تمرضوا بالكورونا خليك الله لا تربحك وفلا ويشرب انا فما كربت صرفة لا تعال بيب بيب سلام يا احا احسب الفلوس احسب الفلوس ان شاء الله تبعد البوبيلي كذي كان موت نتاع الزبي شكون هذا موت البوبيلي نتاع فرخ البوبيلي فرخ الزبي يا احسب تصير البوبيلي مش معايا ماما مش معايا اسقط مش معاك يقعد بصلة يا يا ايش بيك ماما داخل فينا كيكة تفرج يا ده انت غابط اي اخوي مرحبا بك اخوي مرحبا بك اي بطل فيك اخوي لحب مرة معنا معنا تشري ما عنده فازات دي ما هبتو كيكة كان بدأ في بورسويت اما نوصيكمش شارع يطلع السنين يا ولادي واحد برك يا بتنابط احنا واللي تسوق يقعد وانتم ما شدوا سلاح في كرهبكم ما نشمش نشد سلاح في الكرم اسمعني يا كوزا عندك يا موبيستر تحتي لا ايه بحط لي باب او ما اربع وين انتي وراك وراك راني تخبيت ورا الكرهبة الحمراء ارجع ايش خلط عليك يا مصدق يا نجبيك في في بيلي في بيلي في بيلي ايش ارجع ارجع هاي فريزية الجيم ارجع 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 تيا للليكرون يا زلمه خلاص في حيط يا ودي علق علق تمشي صوص انتر دي يا رجال حاكم شدنا من شدنا منه ها وي زلمه كرت عليه كرت عليه اسمع اسمعني يا وش بيكم خويا طايح اكثر من الوقفه قبيل هكيك على على العين مش على الجو القهوة ذيك متاع الصباح بالليل لا تبعتها يا كوزا متاع النحلي سيد يا كوزا والله نحشي معك اسمع هز زورب هز زورب مش تبعته هي من بعيد تعرفها بازل كل شيء مين ثم كل ما تاخذ نشرجي تك تك شوي قام لا ذكرتني خلينا نشرجي شوي قام يا معلم هادي شبي سلاح رزين يعني في خبر ايه ما انا يخدم ايش هي عادة شوف قديش فيه مزيد اللي فيه ذكا مزيد برا كعب دين زوكا كي تقطع اي ناس اودي حاطين لي كرتوش يا بهيمة مش في جيبك في عم. الكرب اخي بعانا شكون اخر نحن في الكرب عنا يا حكيم بقت وحكيم حكيم اللي هز وسيد قعد غادي طرفي رقد اخي طفل صغير هذاك معاكم في الحاكم اي اسمه حكيم دخلك في دبوب انت صغير كبير دخل برا اخويا تعدى برا واس لا يا هلالي فهمت كيف نش بدو نعطيكم بان نقول لك برا ريتو ذا ريتو تفرج مجموعة بش وليت الدور تفرج ذاك انا مد مد هولو يا معلم خرج من يدي معناه ريت اي عون ثقافي يدرس لي حزيرة واكوزا خرج هولو اكوزا ام فور يا جانجو بينا نسي في اللي فاك دقيقة نشارجي في سلاحي اخذت خمسة يا فاك اعطولي خمسة ام كا ديزويت ما زاحي والله العظيم معايا ارثر قال لي نسيت خمسة جيليات هبطولي بيستوليات ارثر جاي قبيلة ايه هادي هادي جيت مأخر راك يا جانكو حبيت نهبط ار بي جي فهمتي من من ارمو لشي شي تي فاك شي تي فاك شبيك طفل صغير قديش عمرك انت صح؟
يهمك يا معلم؟ اسمعني اسمعني يا حكيم، ولا اسمك حكيم؟ اه تحب توقف وتحب ترجع لي سلاح؟ انا معك برا عادي لو خطي عادي حبيبي. هيك ايدي شامل الله شنو يا برا نايك سعد العون العظيم انت يا اسرى؟ اي زميل برحمة انا سمرت وجهك راهو شو كبير والله، سمرت وجهك راهو شو كبير يا حكيم. يا حكيم ترقى طبيعي حسري يا تعوشت او سمرت وجهك يا سيد العون شو كبير ما كان يا ليه من سيد العون؟ سيد العون اسمعني يا حكيم، الفضل السوقية راهو طيب يا سيربوا يا سيربوا سمارت وجهك يا تيزين يا ثاني. طيب يا اخي ايش بيها هذا يا سيد العون لابس هكا بالبلاصه؟ حكيم اسمعني اسمعني، يا ريت السيد هذا يعرف شكون عندك مشكلة انت ضربة من هيك فهمتني كيفاه؟ اه جانكو جانكو كيس ثانية تحياتي ليه نقولوش انا تهيئت زوز زملاء يخرجوا في كهرباء دوريه واحد معنا دوريه خلينا نسكروا هذه البلاد. جانكو مالك تفرج ريت الكبس يجي يا بان جانكو خويا تفرج انفوري يطير في السماء خل بعضه مسكين هزه هكا ام بي 5 اطلع 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 يا زلمه فما بلاصه تيجي شي لحظه برج ليه بدل المسجد كذا انا يعطيوها فيك راه يدي وحدها والله سبحان الله لحظه بس ماشي تما بين يا دمي يدي تو شلختره والله والله ماشي ماشي خالتك حليمه راح تعمل ايه؟ يا بتنيك انت تعمل غياب اطلع من تيري يا اطلع من تيري بدل بلاص برا هيك يا سلام بالله بجاه والله نعمل لك عمله من هيك عاود سخراني فيه مريق يا سلام يا مريق عليك يا سلام يا مراي ايش عندك تعمل سام ترى لحظه لحظه نقعد نايك هيكي اوه يو يو شياك شياك يا كوز شارجي شارجي يا كوز شارجي خلنا نطبس راسي لا يعطيك عاصفة هيكي اوه واه اوه لياد لياد امان موقوف والله كيما ما تنيكش من اقل قدير جانجو حبس والله يمنعك عليك كان كوز سبعة ونأمنة تلتون ايه هون سي هكا ما عرف برشية طيب لا تيا السب تيا سايف السب يا تيا في اللوت في الثاني في الثالث في الرابع ساعدنا تحسب في الخامس وقف الخامس لحظة بارك لحظة بارك معك انا يا جاب كان في ساخ جرت وانت سذبي انا بربش يتكلم في الراديو يتكلم في الراديو يتكلم في الراديو تاع الشيخ السلام عليكم هبتوني بلينا هيري كاف يا سيد السيد خلينا تو نتلاو بالقضية ذي بعد عن نجموش نهبطو قدام بعبيد وليد بلي يرجعوا لي بعد اليونيكور هز كهرباء زميل وخرج كهرباء يودي نطنيش بعد اليونيكور ترفع اما بلا عديلة سادي بوا سامير شوف الامبيونس اسقط واحد نجم شوفه في حياتك يا كوز عمال المشكلة بشي بعضهم يروح على السقيه بعضو نايك مع الكهرباء بعضو مع الكهرباء بعضو مع الكهرباء مفهم شي الرجل ما عطنك الاختية خطر يا اخوي يا بالله لا يا اخوي علاش خلينا فيه يا اخوي شنو نخدم ثاني مره خلصنا كل الخطيه والله صبرت عايش خويا شقي سامحني لحظه بركه تفضل تحكي واحد واحدنا انا قد ايش نايه تحكي واحدكم بس ما راح احكي معهم ده انا نحب نحكي خويا مضروبين هذيك السؤال
دخلت فيها جاوبني بنفس السؤال. علاش ما ضربني يا محمد؟ نحكي نحب نحكي والله يا صاحبي. يا ربي صارت فازة قبيلة حسيت انا مش كثير جدا. ايه شنين تليفون؟ شنين يعني؟ امريكا انا ما خرجت جوا به. حسيت صرت عصف قبيلك. اكا العاصفة تحب تعطيها وما تحبش. انت ما تخافش معناها يجري بيك بسرعة شو مني يجري بيك. يغزل ليمين ليسار ليقف سوف ديك شنطة كرهبة. اسمعي. ناني بس واخ يا. ولا يعاون انا 15 سنة. نجي ما نجمش نهبطي قدم لعبيتك واركح. خيزني سبيدار بقى. يجي مشينا هنيك ونروحوا خير. بيجي في العبيد هذا ايه ريد علي شدي هبت هبت الموقف ليه هبت عفيت كرم ها يا 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 اي دا يا 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 دا يا يا يسكت يا يسكت يسكت علاش علاش تكلم فيه كلمت خويا خاطر هو اللي عندي سلام عليك شي شي شوفوا معاه مع خلاص انت تسخ بالكرب مو شوفوا باش نعرف خويا شنو الحكاية عليه وقفوه كرهبتك هذيك لا مش كرهبتي باهي ابار مش كرهبتكم السيد خدامنا قاعدين نحكيو معاه عليه يصفر رجو يعمل ويجاني طول في الميكانو شو يقصد معنا علاش ما عرفتش شنو هي هاي صحيح هاري جابك على سؤالك علاش وقفوا محرقين خمسة فروج وما عندكمش كهرباء مش كهربتكم دونك بعثنا كهرباء فورير تخلصوا الخطية وان شاء الله بون كوراج باهي فما حتى مشكلة خلصوا الخطية من غير عنف معناها لا ما فما حتى عنف يا خويا انت عنف معك عبد فما عبد تعنف لا انا محريك سيد العون حب ماء ولا ماكلة ماء ماء باش نموت ماء وماكلة يرحم والديك خويا ما تعرف لو تعرف نحن مش قاعدين نهدموا عليها نخدموا كيف نتقاعد لو نحقق نكذب بكابتن شافي راسي ما يا رحم لا لا يعني بي سيد العون خلصوا في الخطية كل يا صديقي بلي منان صديقي بلي منان يا صاح هز الزبيل الجير مع السيد منيك زي هز حاولوا خرجوا كرب اخر الوليد اي تو يمشي حكيم يا سيد العون صيبني يا عون اسمعني العون هذا قال اربع مرات عادي له خطيه على كل كعبة عون ايه دي شنو اسمكم انتوا مع شرطة بوليس كنت الحكيم على الانصاد ايه صاحبي نحن LSPD لسانتو LSPD يا اخي من الاسم صاح والله ما تخصص من حظ والله تتخراني فيها ثم شكون تحمل السيارة داخل لينا ازاي قال لينا بتخصص من حظ جديد تسبني فهمتني كل ما تسبني انا انيك شعالة فهمتني ايجا هاب نايك والله ما انقلت عليك الطرطارة لحظة برك يا هبتو مرخصكم يا يمشي مخي براسك وتدخل بصلة يا زميل هبطو يا حمدي يا هبطو ثاني هبط يا قوسي سيب الكرسي والله ما رايك عادي يا تزنك ويش يا ماي يا لا باش نخرج نخدم وي الو 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 وي الو ما هذا يا اخي فما حاجة في المدينة نسمع فيك يا فما شيء فما شيء عليك العباد ما فما تقريب صارت مشكلة قبيلة ما اخوي انا جاوي بيه ما نعرفش شنو المشكلة خاطر ما فما حتى عم ما عندي حتى فكرة ليه موجود هو حمدي معايا دقيقة نحكي في التليفون يكون سبي نحكي في بيت تحكي معايا باهي اي شوك باهي دقيقة خلينا نكلم لك السيد فين شي مبارك طيب اليوم بعد نتعدي وكت كوفي خلني شري شي ميكل وهي ما نشمس نعيش نقعد بنقحف يا انا دقيقة تكلمك شكون يحضر لنا ميكل عرفت شكون يا باشا
شدي اللي ده علينا من ذكري يا باشا. اسمعني طعم زيت هبت كرهبتك على المتر بالله مش عارف ترفعها للتبي صاحبي خلينا نديها خلينا نمشي نكمل على التبي طب علي والله الا كنا شكل مكشن احكي له معك بس يوصل خلينا نكمل في الكهرباء يرحم والديك يرحم والدين 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 والديك كل شيء يكون ترى اربعه اه طب ما شكون في الريستر الريستر اي جاي رسمك حضر لنا 20 20 جمله هذه اسيبي اوفيسر الدوم ما يجري اكون ماني جاي ثم يحل الكوفي في المركز رو طيب يتحل مخيبك يتحل هون اللي خارج بالكرامة ما عاون تحياتي سلام يا 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 تشانكو يكذب راو يكذب يا 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 جاوو به يا تشانكو يا 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 فايقو فايقو بالتين يا كاو بكاو يس يس يا ايش بالبون يا رب اتجن دوخك يا كوزا جانجو خدرني يا جانجو يا جانجو خدرني يا جانجو لا مش خليك معاه يا يا عيش معاه حيات يا 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 منيك عليك يعرف في هودي جانجو يا 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 زيد احشي روحك زيد يا يا بالكربوستن كلولي لازم نتحرك والله تو نبعثوا من غادي لغادي هبطني انا الاول يا 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 نخدموا على رويحنا العباد يا 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 سيد العاون شويه لهنا يا اخي باركيو هما العباد جرب الكوفي كيف جبتوها يا معلم قدم قدم باتشينكو خلنا نطلع بور امشي بور هبط هبط يودي بعطة عنا فورير فهمش كيف ولد عندهم بس كيف برشة طايحين بلاي واحد ينحلوا المينوتي ها شوفي بس هو ليش المينوتي فيقة كاير قيتوا ده دي لحظة بل خلنا بعد شوية سلام سلام ايه بعد نضرب البلاي ادخر لي فيه اي 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 خليت بيبان اخرى ولا اي 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 اي
كثير يا سيد جانجو تشنوت سيد جانجو دا نارين راكدير شوية سيد جانجو را شو شغلك را واضح سيد جانجو شبيك سيد جانجو نارينك مش في شحنك سا والله داخل بعد يشوي فيق عاش فيق عاش خوي فيق ميجيش اكلك بلاستك اي برا فرح معنا حد اخر انا حد برا ترى في ربخة حسيت ايه ده صحابك زي المساج عندك يا العشرة واني تبشو عفس ورفس يا معلم يا ودي تحت يا معلم مصيد كل مال عليه هك ايش نعمل له سكر المال بتاعك يا معلم رفع عدنايك شفت نايك كمان دي ليه هو تحليل الخطر يا باب تجيني ديال بالله لا تشبق السوق وجه لا شبق هات شبق يا ابني قالوا فهمت جيد برا الجنجو بس فهمت شيء الرخيص نتاع جميل يدور واحد وديت تشتو العسل انا جميل اها واه يا زيب يا مهبول حكيم دي واحد بالموتور قاعد هيك صحيح بالله عليك والله بالله عليك لباس مو اي 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 جيبك ربو يا طاح فيا بالوقت يسلم يا ديت قلت له قلت له بتسميع من اللي ما تطيح لك صبر برا احنا ليه انت لايك بوكس فجامدو ما هذاش نزل في نفس الميتين برد هاكا مارك برد نخدمو شوية الوليد نزل ما كرب اخر فعلا يصير كربوسني ما هي جاي تو اي اول كرب تجيل انتي وطول نمشي جيب شوية مية ماكلة اه حقا شال اخي صام حضرنا ماكلة زميلي هذيك ضارب شوية على الاخر مش شوية مش شوية برشا ركوز يا سكاس صار حق قبيلة الجولري يا جان اخي تعملوا جولري جو مش الجولري يا شو اسمه اللايت بوك كرتوش كرتوش اي صار خطفوه ولا اثنين زميل هذاك ريتو الكحله هذاك نفس الزميل هذاك زاد مع اليوم واحد زدي كرت شو يا اخي مشينا نكنا لليوم وينك ناري واحد الرست يا مواطن يا مواطن حل عينيك نحن غلطيان كراب شكون هذا يا بع تنفا شيدي يا ودي باركينج ايش فاهم ماي جيسكي ايش فاهم ماي ما نقولش بيلعب بيت هاربين برا
صحة سام وتيتك اللبتة برجولي والله اهلا اه زكي شان افرحوا بينا عادة يا سيد العاول نزيديك اذا خطر هذيك تفسد انتم اللي حبستوا كزوز اللي بسين بالقرية بعد رقليك انا اي انا هو واختيت 3.5 عليه بالله قديم الفو حارة 20-20 شكون اللي وقع 20 اه 500 من ده قلت عليها قبيل ها غدا اه عندي ريت تو انا شنو مانيش عارف انا في بالي باش نمشي نسافر ممكن نرجع مو لك تريالة انا باش نعرف عندي فلوس وطرف حوايج باش نخليهم عند ولد عم اكوزا صح فيه كل شيء باش نخليه عنده عرفت باش من بعديك منعرفش انا نود ودخل البيت جاوك بيه ركا همك وقتيه زي الفوياج والله ماني عارف في بالي يا ممكن غدوة بعد غدوة منعرفش وقتي باش نمشي انا ما زلت عندي شوية قضية هكيك نكمل نقضيها من هنا وعبيد هكا ما زلت نتفاهم معهم شوية كهربا ديجا عندي برشا ما عندي هذا الشيء اللي هنا يا جانجو كاربوستينغ هيا يا مريك يا اخوي ركح امورك وقل لي تسلموا عليك ذات مرسال فلو نزقب هيا بس شي حاجة لفتا كرسي ضاعك ايه ليه الزب يلي كرسي بالليه تايش لي ميت لجان بعدين امشي 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 هناك تاخذوا عليه ولا طباز الكربون 3 كيلو متر برا برا ثم تكتكرم يكملوا كملوا هذا بيت قلب الكرب رقم واحد صاير هناك هناك زميل تحقق دعم في الكربون والله يا على البهيمه نتاع كربوسنيك ما تعطيوها الدوبل دار لعبوا لكم يطلع مرض يا ودي جملنا من البهيمه منا مسيرة الاخرى يا ظبك هو يبدل بلاصته ليش يا اخي القائد يبدل من بلاصتك ما كنتش يبدل هو يمشي نفس البلاصه اللي يبدل منها تمشي من البلاصه الاخرى هيك بدل بس عاود اطلع اي خيزوز طايحين اي ثلاثة خويا مهيبل عندهم مهيبل عندهم كرتوش خويا احنا خاطينا فهمت اهلا بجينيرو اهلا وسهلا شنو هي جينيرو السيد العون سوت فيهم سوت فيهم يا سيد العون يا جانجو يا جانجو فهمت شنو مكرزين جينيرو اي خويا صحيح مع خدمتي السيد صحيح ما تكش ورص نتاعو فيت يا سيد العون سو تفهم خليني نفسر لك قل لي ترى مشينا نبيعوا لهم سيارة ومعنا نبدل السيارات فهمت احنا عطيناهم الكهرباء بتاعنا هم شدوا علينا السلاح وكذا بالكرتش حبوا يقلبونا والعبد الضعيف شنو عنده حتى سلاح ابيض ما عندوش معنا يضرب كان بيديه بالبونية فهمت بالله يا سيد العون عندي مرض طيب ماذا بيك ما تحطش على يديك راح نخاف عليك لان عديك احنا ما نتعطيه واثنين اقواندويل اسمك بسكويت اتزنقوا وهبتين
زنجو يهبط يزم زنجو يهبط حمدي مرزن شو يقول فمبي مبجو لي ودي لف مكتابه من الكربة ولا شد شد اوي بعتها ديبو يا حامد يدخل ادخل جيب السيد داخل ادخل ايش الجري دي عمد برا 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 الستور برا نجي معنا زي ما قوفينش من ستور يهدي ضبط يا حمدي هيا يا حمدي ويا مرض انا قريب برنجر تتزبر تيمشي فما ستور روبر يمشي طيشي في المركز انا وحمدي ولا تتطرف حصيبه برا بيح فيكم يجيب لنا الاخرين اه فما منا كوزن الزميل في ستوربري على نصات يا الزميل لكن مش مطور حكم محروق محروق السيد لو نعرف هذني في الدار من هنا تعودني لهنا ايه جوز مشان قربك اكثر فهمت نخلص عليكم التصريح ونروح ليه ليه عندك الحق اسمه اي حاجه بتقولها دي ضدك تحريش واضح سيدي العون انت ما نحب الامن نحب نعاون الامن فتحنا يا جماعه يحبنا حد ما احنا يكذب عليك anything you will say would be used against you in the اها اسكت اسكت اي حاجه بدنا نقولها صعيبه انتوا متفقين مش بالعربي You have the right to maintain silence, sir. لا 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 لا. Silence, silence, مش silence. No, silence. زميلي في ال. Silence noun, yeah. But. إيه. لازم أقول لك noun, مش silence. Silence. Adjective و noun. Yeah, yeah. أنا زميل. أنت فما شكون في الميكروفون؟ إيش مين الضاد زنيا؟ سيدنا والما وش ما اشتغل؟ زي الزو زو. وتيل البياض صار. يا بت يا جانجو فنشوف شكون في الميكانو ما غير كل سايد بلي كيفاش نعرف امه انا شكون هو هذاك يا زميل في الميكانو على الصاد نعم موجود موجود بلي اعمل سلاش نو كل ساين وبدل اسمك باش نعرفوك جرب ايش تعمل يا زميل في الميكانو زعما جيت مشيت نهز كراسي باش نقلها فهمت طيحني طيحني من الموتور يا جانجو ضربني ايه مشيت تاخذ موعد يا ودي كراسي تاخذ موعد تخرج في ديوتي يا هديك يا ودي هديك ربي نخدم نخدم دوريه عادي انت يا كهاو يس يس ما تشوف يشوف في الموتور ايه ما حبيت صح فما واحد حرق ذو قعد تحكي معاه فهمت رجل ما عملت ما تحب ياها اه موتور فيها مشكلة نزلوا بالسيارة يا 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 هك الحل الوحيد باش تعرف من الموتور هذيك هك اخي فما شكون مازال هنا يعني معاك تم نسوق نسوق عليك سيدي العون وانت تبقى شادو نبدا شادو تباعد تباعد خلينا نهبط يا يا
زميلي لو هزت حاجه تخصني يا سيدي العون تنجم تنسى منه. انا زميل هذا الاشطر. عنده هاك ديفايس مش هاك ديفايس هذاك تفورمات بيه الحواسيب وتصب بيها من غير ما تتحرك. غير ما تتحرك سيدي العون الحديد جديد تعرفني انا سيدي. ماهوش حديد هذاك سليه. راني لهنا نبقى نستنى. اش قلت لي هزلك؟ تاع برمجه معناها تاع برمجه فهمت. نخترقوا به الفيروسات. الفيروسات فيروسات قلت لي اي زعما فيروسات تنجم تضر الدوله احنا نخترقوها معناها نحمي الدوله نتاعنا. انا نقادي برمجه عالميه وكذا. كي انت تحمينا احنا اش قاعدين نعمل؟ نقصد ماني انا نحميكم ما نقولكم ما فهمت. توصلني معلومة خطيرة نقولكم عليها نحميكم. نعم قبل ما توصل لك انت توصل لنا نحن المعلومة الخطيرة. وحتى نعرف سيد كيفاش باش تهدر وبالشي اللي يريد وباش يوريو لك. سيدي سيدي العوني راك تجروسنا راك تجروسنا. يحبوا البي بي ان راهو يستعملوه العباد باش يتفرجوا في المواقع الاباحيه. اي فهمتني مالا فهمتك. الخطايا تعوضوا لك البي بي ان فاش يسحقوه هذاك ولاك باش كونكتي فهمت على الانترنت. اي سهل ودع ودع صعبك تو يخلط عليك شويه اخر ود بالله ود اي جا عاوني غادي ما نعرفش كيفاش اول مره مش تعدى حبس. شنو هي الاحجار الكريمه ذي الكل يا معلم هكا يبيع فيهم. ما متعامل مع شو اسمه نخدم مع جديد الجولري اللي حل هذاك دخل جسر ما يحبش ياخذ خاتم هكا ليش بالسلاح فيسا وسيبني نروح. قالوا حط ازتهم لي قلت والله راهو قانونيه اللي حكي راني متعامل مع شو اسمه مع سي جي ديفارا. والله ما فهمت تعمل مع سي شي جيبارة معنا نلمهم بس بلا قتل فلوس ما نعرفش انا تو نخلص من بعد. خلنا نسألو عنده شي في بيلي بيك مطيش في الكهرباء يا هوكش غيرت حرام حرجي معايا في الكهرباء. اي لا خير يا كوكو خير خليه يمشي. كسرت لي ضلوعي مش عمدت لك انا طبطتك من الموضوع اللي كنت واحد فيه. عندك هذا نجي باش تاخذ من عندي جو كبير. انت ضربك الفقر قارقني صدقتك يا ناي. كازينو كل عندك كنت تعمل ضرب للفقر.
الزمولة شنية انت هكا الايس بوكس بعثنا لنا يكون قلت لي ما في باليش قلت على ايس بوكس ما زلت في الميتة خويا تنرجع حملك انا اعطيني الاي دي بتاعك نرجع حملك ما زادش علي لو حايد قعد مطلع شو اللي نخدم بيه سي بوك لا لا ما قصديش عليها انت ما تستعملوش انا مش اللي يستعمل فيه ما حبش يهز يا اخويا المغط ما عندوش خدامة يا اخي كان هو يخدم والله كل يوم نغزله باش ناخذ ما عنده خدامة اعطاني شو الايس بوكس حط الايس بوكس ما عرفيش تيج 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 في المدينة يا اخي في المدينة في الوسط بالكل فين الجلد لا يا ما نكذبش عليك لحظة خلينا نشوف وصلت يا حمد سيبان وصلت الزب وين هي؟ يا اهل الدار لو اشرك الشيل بالخويت متاع الزهر خدمة مني كمان وذا بي صنع في كذا مام يا كوز ودي على نيك يا بلي سيدي صلح راح سيد بس ما في ما ادري شنو هي ديال الانصار جاوك بيه فما شكون تعدى حبس وخرج اسمعني يا جنك هاكا بدلت له اسمه الزبي قلت له بدل كرهبتك خرج الكرهبه بيضة الزبي سيد قلت له حط اسمك حكيم قال لي عيطوا لي فلوكس شنو قال لي يعيطوا لي فلوكس شو تعمل قلت له شنيا فلوكس قال لي معروف فلوكس يا ودي قلت له مفيد قيد اي ان شاء الله حتى بشول الزب مفيد فما اسم في ال جي بي اس يا نم يو لك يعيطوا له فلوكس هو لازم يتصلح ايه فما هروب من حبس يا ايه ايه نجم قطع من حبس ايه ما لحظة ببارك انا ما نصمرهم ترى وانا ما غادي تعرف وقتين نصمرهم نستنى وشوية تخرج لنا نيدي استغاثة من عقوات مصالح اللي هو سرق صرخ وكرهب تلاقي كل يوم نسيت نتأكد انت زبورة كوزي على اثنين ما هي هيك برشا اللي انت ناخذ بيت وحدنا انا وياك هي شاهيني الزبي حمدي انت بليز
يجيني من الاخر الزبد عليا ترى. مش بالكهرباء خرجها من ديبوت تخرج حوش تاني. اللي برا ناي. قدامكم مش منا كمل كمل فوق كمل. على اليمين على اليمين هاي الدخل يهربوا منها. اسكورجي قاطعها. هاي سكروها من الاخر الزبد. ما مصيبلش قطع منير ليه قطع يا نم مش شراء الاخر انت هاد بايس هذا ما قطع اما المشكلة سنية الجانجو رايك تحل من الداخل ده كما في بالك فهمت الفوزة تتحل من الداخل ومن برا اللي شكوني بقى تحفظ انت معناك تبدا الداخل شو هنا زي بلي برا شكون اللي قطع سخف الزب شكون اللي قطع شكون شكون اللي قطع شكون اللي قطع من الحب مش قطع انا نعمل بينو وينو صاحبك بينو. يا سيدي العون ما انا وحدي من بكري وهو ما جيتوش انا قعدت نعمل فيه جوجنج عرفت نجلي لهنا نشوف كان في السيران ضربت انا لهنا من بكري انا ما فهمتش اول مره نجي للمكان هذا ما نعرفش حتى كيفاش نعد الوقت لحظه بالليل ويش والله جن اسمع في الو تعرف تقعد في على بلاصه ودي سولي بكري راني كنت في ميتينغ والدنيا ما بيا ما نشوفش نزال جاوك به موجود لايس بوكس شنو المفروض انا نجيك وينك انا هاني ماشي لك غازي يا جانجو كيفاش يتنحى الحبس عملت ان جيل ما حبتش خذ الستيت اي تي نتاعك هادي مش ان جيل خذ ان جيل يو ان راه مش يو ان دي يو ان الله يسعدك وينو سبتان اخويا وينو تحير عليا والله لا نعرف والله كان جاي معاك راه خرج عفو حتى انا والله بغيت نجري حتى ساقية ولا الشلاقة تقطع تعرف من بكري ونجي ندوج عليه دوج فيه يا برا الجنب منين نخرج اخرج من الباب الكبير لقيت سبب الجير قدامي ايش عرف تعرف عليه لعل ما زلت في ترجال زيت عامل دورة بيه في المركز لطف يا ربي بيه سلام تبدي كمو يسخفوا الزف قال حمدي بلي تشوفك الحالة بلي رجل كبير يعلم بيه ربي حمدي غيبوبة يا حمدي تجاهل الاتيام اللي شفتني الحالة غاد نسيب بشكون حمدي والله ماني عارف انا بس قعدت نسمع يدي شو اسمه الزميل الاخر حاتم حكيم يا حكيم تجاهل اخر الاتيام شفتني الحالة عندك غاد قولي حكيم يودي مش حمدي هي غلط لاني شو شي لا باب فما شيء لا شي كيف طب لا لا اخوي كيف الحل اللي يجي راني في الطريق يا لا
نورمال ما حيث نتذكر ما جانجو برجو ليا برجو ليا جيت نكرس عليك على الاخر عليه عرفت انت تخرني فيه عليه ما فهمتش والله مكرز عليك الجنب ربي معاك ليه نستنى في كلمة أخرى لا قاعد تخرب يديك بالراسي بالراسي مش فيك كل ما ديما مكرز الزبي جانجو والله ليه عليه يا زبي جيت نخدم معاك لقيتك هوا ايق في ايق نيك عليه ايق اوه اي 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 يا رسول الله اي 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 السلام عليكم بسم الله العظيم عليكم السلام الله يسلمك تيسي كبار عندي لحظة توقف ليه يا فوق عندي ليك اقتراح بالله امكانيات حكم انا حاسي بفلوس اهه سيكوريتي لهنا فهمتني ايه صار جاك الامكان اللي عندي تعدي نهار كامل لهنا ايه ودي نهار صباح وليل ما نرتاحش يا خويا شوف ما عرفت الجانجو خويا تردك شي جانجو جانجو سي جانجو ليلي جانجو تو نعرف شوف ليه صاحبي بس نقصد معاه الشهريه فهمتني انا شبابي نعمل لك شهريه خير من حاجه والله والله نقص معاه الشهرية وصدقني ما يدخل لك حد كيما نافو عليه لا يدين بتاعه و طيب ريكوكو قدس الخلاص امريكي اخر همي يعني اخر همي الخلاص اسمعني باش ياخذ هذيك حمدي باش ياخذ شركة وخاتم والاخرى هذيك اوكي عملوا هو زهروا اي تسكون حمدي اي جايجه يا حمدي كيك الداخل شو اسمك خويا حمدي شني شنو حمدي شني بتاع من صور اسمي حمدي شكي حمدي ايوه يا وينو وينو عارف جديد وينو قال لك حمدي شد له الزبو يا شو اسمه لا يا شنو هي حب نهزه خويا المركز نهزه والله خويا نحترم شويه هو اسمه ازيك هو افتق تعريف ويخدم في الحاكم معنا ايه يا ودي ما نقولش علاش علاش حاب نخدم سيكوريتي انا اخوي عادي خاطر الحاكم سدة ترى صيا يا ودي صيا لي الحاكم والله خويا ايجي اخوي ايجي ايجي انت وزهرك هاي ما تعرف زهرك انت معافط ولا زهري بعض على 290 خدينا باطلة 21 خدينا 290 انا خلي خلي حمدي جاو عندي تخلص املك انا سيبون سيبون خلص عندك فلوس انت اوكا بس انا عندي 23 الف مرة ايجا منا حمدي ايجا منا برا تبزارك يا حمدي برا ايوه راي في المحل اجيت نخدمه في المحل عندي ضرر ونشي شو خدمة خدمة ليرنات يا ودي انا عندي خدمة بالكليرنات يكذب يا برني يكذب ما تعرفوش ما تعرفوش ايوه رايجة دهنا هاي 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 تجيتك متاع الشيء هاي لا لحظة بر ده الشيء اللي جيتوا بيه الاخرين هاتف يوم بر يتكش حاجتي حاجتي
جيتني 88 بي على الاخ. خاتم مش خايف عندك الجاكو بتاع السيد انت؟ والله نسيت 86 درهم بوها صاحبي. تفضل يا دي هزيت جوك بيه اخوات مكفزيتك الدنيا. اه يا كبار يا رعم بوك يا شي كبار. الحمد لله. اه يا ربي عينك. اه في السلام. قطع يا جانجو قطع. بيطلع هي. ردي حمدي مش ما جبت الجي بي اس. مش اون ديوتي ما حيوان الله يحفوه. ردي ماكس ما جبت الجي بي اس يا نعم. اي خويا هكا تو تنجح تشيل خويا يخدم على روحه. الرينج هذيك جيني رينج اخضر ولا شنو؟ الاخضر هذيك بتاع الفيتيس تاع سلاح وشارج وانت خفيف تولي وكي جودة. جيني اجيليتي قدي انتم اجيليتي عندك. زيد والله يزيد زانكو موتور كي زيد. علاش ما وقفني له بعثنا ما فهمتش. خدم له سيرين خدم له. تبدا تجري جنبه سبحان الله وكهو سبحان الله مغاير الاحوال. لا يا حكيم برا مش عتي ترمتك حكيم. اه برا زيد هالي خطفوه اللي برا مش يبعدني يا كوز. ايش بيه تلاقي شو السبب في السبب عندي يفك علي بلا بيامتي خامس تلت تسع مرة يتيح السيد لي بالله بالله صار هو هكا دي من قبيلة يا معلم قال لك دافيد يا تعص من دافيد السيد هو هو قدم له السيرين بدي يقف لك رامي يقف لك يا جم يا نم وين طاح النم؟ داو كور ديخ تبي يا جانجو السلاح تجبد في دقيقة الزل هذيك قوة الفاز فرج الزل حتى الريلود اسرع اسرع يجرب انت يضرب كرتوش بس بدي قهرتها راك يا حكيم مش هكيك يا نم دقيقة خل نحل جيبي فيسا الزميل اللي وحده يا حكيم دكتور حكيم هذا اللي قاعد يدور هابا ورانا اه برابيوس خالطة شكون برابيوس على عينك اهلا اهلا كل ملعب كهرباء انا راني رخيص على الاخر والله غالي ليه مش كل مرة كهرباء بيخفي وسط كياس انا مشكلة انا مشكلة انا مشكلة تحترمهم تحترم انا مشكلة انا محترم انا مش شكون شقال اش دخلك تحب نطلع انا نهبط انا نقول عليك هيدي وسع بالك يا جماعة تتأخر له فيه يا اخوي هاي ما تحبوا اللغة اكيد بالله قد اسمعني لحظة بالليل لحظة لا مش عليك نحكي في التليفون ابعثوا ينايك هاي برا مشي ينايك ايوه برا برا جيت ونكومو منايك اسمعني وخبى حجر خبى حجر امشي امشي عندهم بيستوليات امشي امشي برازو مالين
اي يجي تقبحوا بلا بربيتي كمان عندهم دالي راه عندهم حكايه مشبوهه يمشي ايه واضح ويمشي السيد الفترة اللي بعثها هاو 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 تريبك تريبك تشوف اللي يبيع بعد المري واضح اني جاي معكم ايه تشتري الزب الكرف بالله يسكت يا معلم تيرا وبالرسمي فرمتي حكي الزحزح يبتل اخوي تبقى عنده لامبورغيني برابيوس عنده برشا كرام زيني عندي عنده برشا خد بريمير برابيوس هي ديك ديوانة ولا ديوانة ديوانة يا حمدي ما شفتش الدبابة اللي عنده وانت الاخرى لا ما نعرفش الدبابة يدي بالرسمي اثنيك يا ما يعرفش يسوق كربتهم دي جام فارقة هما فهمتني يو 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 صباحي كيف من عمنا ليلة اثنين حتى انا اللوتر انا على البحر على البحيرة هناك نمشي ايه نشوف فيكم في جي بي اس نحن نسكر عليه قلب نفقرة نفقة هاي هاي نفقة هاي ميني 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 هاي ساري ساري اسمع نعرفها ريدي تفكرها شنقو فما دخلة صغيرة شي دخلة كذا راهي رد بالك فما كل حديدة ولا كيف تضرب فيها هذي ما نشوف فيها ذا اللي زرع قيمين هو ليه ليه كم كم فيهم فما حتى دخلة هاو يا خرج خرج ضامين خرج اللي ما عندوش مين يخرج من ايوه لا خرج انا قلت خرج مش في قاعد يمشي على القندرة انا قلت عندك رؤية على البرابيوس ولا لا لا هرب هرب متكفنين في بلاص اي متكفنين رابط على اليمين جنب من كنا قليلا عنده منين يهرب عنده برشا كيسات منين يهرب مشي مشي يبدلوا الكهرباء ده صح عليه زبط حشينا في زود ديك بنيك عليه تعاد تشد هو وتعاد ما شكله ده شفنا تحب نجيبوه واه مش عندكم معاه دوما لبس بالك حال كلمة كل واحد شي بره الدربري برا تك تك بين كلمته شفته بين قل له اسمع قل له قال لك يا كوزا شو بيك تبعت تبعت يا ولدي انتو ما تجربوا برشا كلمة شو بيك تبعتك يا كذا فينو فينو حاشي بيه السيد هذاك زهرة بيش علي فيش حكي كثير مش تحكي معها كهوا بينات الجان ولا السد بحكي معها مش تحكي معها معنا في الكرف لا جوك بيه هاتا تحب تحكي معها هاتا انا نقول لك وين يا جان ايش بيك تغشش ولا مريك مريك الجملة بيه يا تعبت نقول لك انا بعث لك وين تحب تحكي معها لا جوك بيه لا لا ولا زبي موتور اوف رود اي يا اخي شو تقول لي شو اسمه معانا في الكرب اي حكي بيطلع ايش فيك هذا الشوهر الزبي برا انا والله هبتك اكون كان علي انا ركبت لك بس ما يجي اه لا وضع عصبه هاي
هيك عليك يا منيك يا سامة. ترى السامة عريان الزب من بعض برا برا طايش ليخ في السبيتار برا يدي حاكين فيه يدي معانا في الكرم يا اخي نسيت كاسي ليها من الشوط والله نسيت الجبنة اخسر نسيت يدي نشوف يوم يشردان اخسر وراي الزب يشكون زي الزب صار ما فماش كهرباء بالظبط نسفي عندك مع الموتورات حمدي عندي مع الموتورات برجوية خرج موتور وتبع والله بهيم والله إلاني بهيم والله يسوق سوي بيه يا رجل تكون أوفيسر داون أو معنا أو معنا أو معنا بالكهرباء أو معنا جوال أحي كيفاش طاح ضربوه شنو ليلة طاح له السكر في الشوف وكنا في فرصة نسيناه اللي طلع معنا في الكهرب ولا نسيناه جملة اوكي يطلع عنيك هيا باب اوي 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 خدع البيض ليه دي مكيك يا انت باهي اختراع شنين مذكر يا حاكم يا حاكم برا شوي بطاطا وسكرب يا تشانكو ها بعده الجنك الجنك بالله اسمعك يخرج قلو حط الماسك حكيم يشوف الماسك اللي له بجرب ما هو حل في الباب له انت حاط ماسك السيد جانج دادي صدقني ده وخوله طاح له السكر لو مسكين الزحم نسيني جملة دخل اكوز ذا اللي هاي خلنا نزوك التركي اتنيك شعر بس برجو ليه حاب نشوفك بالشعر الزب اشكوك بس جيت نقدم لك بعض ليه عم تحت عم تحت اش بيك يا حكي حط حفيان انت يدي دعوة شر حيكا في النملة تحلك السكر يا عارف شير ما نخوكش بتريحة يا ودي ما عندكش برشة انت يا ضربك اللي مش يديك اللي بتريح زبي جانجو شبيك شبيك عمت له كيك يا زبي شبيك شعمت له سيد العون هارا بابا يا سيد العون بالرسمي تضرب فينا ولا عينيه عينيه اه ليه ليه عينيه داخلة بعضها شوية احول اسمع جانجو اهلا عملنا البوز شكون انت؟ احنا انا وياك ولد خختك عملنا البيز عليه شفام ماني معاه يعني كيف كيم شكون انا معناها؟ شفين عملنا البيز؟ عملنا البيز في منصة من منصها بالله اه فهمت قصدك عملنا العار عملنا الفضح عليها عملنا الأطل اخر حاشمين بالوحكم ايه وهي ولدتي تعرف يا لؤلؤة علاش علاش عملنا العار بالعكس وعليها وي صح ليه اسمعني ما ريتش هكا لون اللي شعرها رونجي والله نفركس عليه باش نبعضها حبس انا كنت راه قلت مكانوه بجاه ربي باس نراه نقول لك هاي باس باش تقول لي هكا تو هكا في جوجل حمرا يا رعب وديك واض ما بين الناس يا لوليه ده اه لوليه ده اللي برضه زبي ها يدي الساكن قاع فارغه لا مش ظاهر لي هادشي تقريبا لعبوا لك في الشوب يا برو لعبوا لك في الشوب يا عادي نتذكر روحي مبلعه تبليع عمليك رزينه كان زين ايش فيها ايش فيها والله ما نعرف نسيت اصلا شو قلت ديرك تتفكر يا سمير لا لا بالحق انا بيدي بالحق ما نتذكرش بالحق بالحق مش فاضي لا لا ما يصيرش زين قول عليه دول عدد حبسه جوابي والله ما نعرفش هذول يعطيني يوصفني يوصفني حاجات يخلعوا بيهم حاجات اول مره تشوفهم قلت عليهم عبي كرتارتك بالمحجوز يا برو يدينه محجوز يا عمري مفركس عبدا قال له محجوز تلقاه ماك لو ميه وتليفوناته تليفون هو انت شكل عندي في الصور يدي كان فما حاجه نتاع حاكم تكلم يا معلم لا 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 ما زول شيء نتاع حاكم سلاحات كل شيء موجود نتاع حاكم اما نعش سبي جانجو يا نمك ولد قلب الرجل
بالرسمي تحكي هو يا جانجو ذاك قلبته ما ريتوش جنب ذا فما شكون واقف غادي معاش سوق معاش فما شكون واقف فما الزملاء خلينا نمشي نرقد هنا فما بيت هنا اللي كانوا بحكيهم ولا نقول لك شيء وني مرت راح نقول مين كان مش مكان هنا غادي تمشي ترقد تو يدي عيني يضبط جانجو برا ارقد برا حالتك حليله راك برا ارقد والله تاع نحكي لكم الحقيقه برا طيرتني طيرتني والله نحكي لكم الحقيقه انا صرفقتكم بالعاني خاطر ممنوع تصلح على جنب مغادي يا ودي واقف في مانيش نصلحو اي دز صحيت اي شويه يمين شويه يمين شويه يمين اسمعني لولي هذا شكون قلت رشرشي ادي لك لونا عندها كهرباء جيكولا حمد استنى تدخل لكم كهرباء استنى ترى بعض لونا روشا شي يا اخي احكي لو جانجو شي باش تنجم تدخل كهرباء يا كيم كيف باش تدخلها ما عنديش كاش قداش باي بال هادي باي بال 325 مفور الموتور راه وانا تحب لي على القليله مليون لما يقول شيء شفت عطاوت 205000 قديش باي بال 325 قاش باهي يا قاش دوني الديبو صار يقولوا لي سميتشو 325 يا جنجو ماكسيموم جاوك به بابا يا جنج كمل معايا عطيه واسرح عشان نحكي لكم موضوع اسمعني نعرفها الكهرباء الاورنجية هذيك هبطوا من الكهرباء وهي الكهرباء الاورنجية الاولية هبطوا السيارة يا جي لحظة بجا ربي لحظة يا جانجو برسم بنتك هبطوا السيارة برو دي لحظة يا اخويا انا باش نهبطها دي لحظة يا اخويا فينا قبيلة ترى يا زبي جانجو بلاي بعد امان يا ودي مش تسب فينا قبيلة انت يا ودي انا شكون انا شكون جانجو انا شكون يجي انا شكون ما تسب فيا يا ودي انا شكون يا يدي ما هو يا جانجو ما هوش هو يا جانجو انا ترابس هو يا جانجو مش ترابس انت انا ترابس ايه فما واحد اخر كان سبنا قبليك وكان طبق الكهرباء الاورنجية ناحي الكاف يا كوزا ناحي الكاف يا حمدي ذكا طبق الاورنجية سايبون طيب الراس اخويا قول لنا شكون اللي سبنا قبيلة يا كوزا اخويا شبيك اكي انا احكي معاك ناحي الكاف الوليد سايبونا بلاد فدلي مش فاتلك نظام رجلي ولا ماني فاتلك ليه مش عليك كهرباء ضيق في ليك سبنا فيها شكون وهو يسوق وقطع جبنا برسويت في جرته اما مش انت كنت في الكهرباء كان معاك لا ليه مانيش انا مانيش فهمت علاش مانيش انا لا هذا بركه جاكم معك القطه يحكي لك جاكم به مريقلين جاكم صلح الكهرباء خلينا نمشي هو ايه جيبارك جانجو جانجو اجا لحظه جانجو جاوك به يدي شبيك جاوك باهي خويا كدياس يا ربي يدي برا هاي انت تاع لحظه اي برا يا جنجو برا داي يا جنجو هاي لونا جاي هاي لونا جاي ميتانو برا اللي كانوا هاي كنت تسنى فيا قلت له شنو تعملوا بها الكرم يقول لي باش قلت له شرشيه شرشيه لونا تشدت وشدت حكم على جوها به صار يلا مني وانا كلمتها وقلت لها ايجي بصدق لي كرهبة عملت لها كل صحاح معناتها انت بتترند في لونا مش نمشي ونهزوها يدي قلت لها ايجي بصدق لي الكرهبة ما نجمش تهزها من ميكانور يا معنى بلي ولا ما تنجم هكيكا ما تنجمش ليه بعثت اثنين كمان نمشي نمشي هيا لاخير هذا خير هذا خير هذا خير بارو ما هوش ترابس يا جنك ترابس ما هوش ترابس ترابس مش ترابس و... لا ما هوش ينوبي ترابس يا دي بعيدة الشاب سايب صار باللي عملنا دوري خلنا نبعث لك الكراب بحث الكات كوفي اخويا برشا كراب باركين كراب بس كات كوفي ذاك فما كراب ما مش في باركين هاي بس علي تراب في عينين اخويا مش مرمون نحكي عليك انت نحكي على السيد يسب زبي قبيل ايه يا اخي اربطت معك مش تقول لي على شو اسمه السيد الزب شو اسمه يا وبع ذات جانجو يسمع فيك شو اسمه ليه الزب يو الزب يا نظيفة
يا تشانجو يا قط مش عليك يا زدبي الهبل تشانجو شبيك كرفت عليا بالياه بتعرف لحظة تشانجو هدي نسمع فيك يا زقط شبيه بليش بيك كرفت عليا بس ليه قط زبي شكون بشارب ليه خطر هذيك تقبح وهرب وترافز حط ايش على لوحده وانتي بفهمتكش بك على مساكيك ادينا ما مدخلنيش حتى شيء ادينا مفرك فيهم وهذيك يخدم في الميكانو يخدم في الميكانو اسمه الدير اسمه يخدم في الميكانو يخدم في الميكانو اكاهو اكاهو برا الزبي جو كبير سي يدي قبيلة مفركوا فيهم عليكم يا كوزة اسمعني اسمعني السيد بيحلم رو بين الهنا نخدم في العاكم ادي لي اسمعني السيد هارب معه في بورسوي شابي نعمل لك نهبتك ادي لي يدي مكش فيهم يفرك فيهم هو يفرك فيهم وانا الزبي تشبيك مع قدا يا برو اخوي انا في وقت الخدمة يفركوا مع الزبي حد اقل حاجة كلمة هكا ولا هكا انك طيح له قدر ادي انا حكيت مع تشانجو قلت لك تشانجو تحب نعدي هولك تجي تحكي معاه والله ما زبي نحكي معاه ولا يفش نشوفه موجود ولا يحكيه معاه وقفت نحكي معاه كي طيش في روحه والزبي السيد يفش نشوفه لحظة اسمعني ليه يمشي على الزبي امشي يا كوزة مش تعمل لنا موضوع مع جماعة الميكانو زيد ونحن كيف حقا مالنا زبابر مالنا زبابر تحكي الزبي على جماعة الميكانو معنا حمدي الزب قال حمدي انا نيك بزبي مش بكرتوش معنا حمدي شيل حمدي شيل الزب حطوه هو في الصداف عرب ناقف ياخو كهرباء خليه السلام عليكم وعلى جد بابا والكهرباء اهو جوا صعيبة مرتي صعيبة ربيتها كيك اخوي احكي معه من داخل شرحي كيكة هي تعيش دخلك انت يسكت تعمل زي يسكت هذه مرة ثانية تزلعني يا مرة ثالثة ورسني بينه قلت لك دي ليك تنشد الحبس رأي او في بالك صلي على النبي صلي على النبي على خاطرك زميل صلي على النبي يا مدام جيت نحكي معك التربية فركيك اي نحكي معك التربية حسين اي هل تحب الكهرباء تحب تزهز شلون تحب زيخ تدلعونا مساحة في متغاشك وتعارك انا ويا برا هكوز خليه هز برا هزها يا كوز مش مشكلة مش مشكلة ياكو يهز خليه سامحونا برا ربي يعينكم الولاد جانكو ماكش حاضر على الحديث مش حكيتها مع الزبي راه دبر راسك هاكا مستنك قلت لك راه بشكون تعملي برا عاد باش يهزك هدي شبيه قلت لها شي انا الزبي قلت لك راه تعملي برا هزها برا تحب تهزها برا هزها برا ليك عطل لي في الكهرباء قد ايه حدي طلب ديفو ليه ليه امباوند كنت جيت خرجها الزبي اتنيك عليها فلوس بعد عاد الزملاء الاخرين الزبي بليش 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 وانا حتى بسكت نيك عليها فلوس الزبي صنفروا صنفروا بحياتي هم دوما هيك واحدة سبيطار الكهرباء اي اي ماما هكاك بحضة سبيتارو تخطفك سبيتارو هكا يا غد اهوك اهو 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 هاي بالله كمل ويجي اطلع معنا للمركز بالله كيف ايش؟ كمل ويجي معنا للمركز اه ليش طالع معك المركز؟ على الكربوستنك بطلو حاجة مش فاهمها شنية؟ على الكربوستنك مرة جيت تعمل كربوستنك ايه هكيه على بلاصتك ليه ليه اخوي غلط راك غلط على الاخر ما شكون قالك لي انا عملت الكربوستين لا هاي الكهرباء تو تهكيت لهنا هذه سنة عندي بي يا معلم فما غير الكهرباء تعديهم من هنا بي اسمعني 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 كلمتين خلينا نزل طفلة الدواء تنحكي ولا ماشي يا حمد
موش قانون دونك هاو اللي انا حبيت نوصلو لك اللي هو موش قانون راهو. نعم برا جانجو فور سبيد هاي جانجو كان عارف روحك سافا باخا نسوقي انا عينيا جاوها بيه يرا شنو شنو قلت؟ يا زبي يا زبي يا بتنيك حلو حلو الشبيك ناديين زبي صحيح نيكو بتيزم نيكو واش بيك اه بتحشيت هون الزبي اه علاش تقبل يا رب قاضت الزبي قلت لك برا لانسي فور سويت صار صعب اه طلع في الكهرباء قدامكم وفي ساعة عادي معناتها مش قدامنا نستنى فيك شو عمالة فور سويت وبيتو اسمعني بلي عندك شي هيك ديفايس ورس خويا ولا فاني ولا شي جملة بلي شو هيك الساقة تاكوزة انت عودنا انتو باش خرجنا من الحبس والطفل ما لقى فوقه شي جيبوا كل فارغ ما رجعولوش او يو يو اوكي شوفوا معايا حد ابعثوا هناك عندك شي هاك ديفايس ما عندي فوق عندي نسكون الزبي جان تي جينيرو يسخفوا برجو لي كيفاش عملت معاه عندي يحركونا شوية الاجواء فهمت شنو قصدي ايه نسخيب القط نتاع الزبي زيك والله هو جاوا بيه مقراب الحبس فهمتش بيعمل لك هيك الزبي خايف من اسمه ترافيس انا خايف انا الزبي اي وينو وينو عندك تحتك لهنا انت اي اي خاطر من داخل ما نجموش نهزو مادام تحتك تنمت شكون هذا اللي طلب مع شاب يهز شكون يفركس الزبي ها ايه نتاكد عندك هاك ديفايس ولا كنت قوها بعليا قلت لك عندي الزبي انا عارف كيف هي ما تسمش فيها ايه اسمعني كي خرج يدك من سرويلي عاد يوم على بشول عاد يدك على بشول لكتك صحن مش تليفون طبع ماش حبي يختم اي اي حطينا كيك البير ماش حبيب شي جمله ماش نجم ننزل رجع كالشركه تاع الزهر باش ليلي هون انا هزيتها تي برا نايك تتحشي فيه ولا ما هزيتها والله ربي لا هزيتها كل شيء نعمله كان الزبي يا سيد العاون اوكي صلح ترافير بجا ربي وينك وينك الفيس اخر جنة انا جاي الفيس ايش فين فزت يصلحوا للحياة والله قالوا لي عليها انا جربتها مرة ما عادش عاودتها قال لك فيها تصير لك مشكلة كنت تشوف شكون تعمل فيها ممنوع اخا ورش نك تخل فيهم جنقو مشي يا ودي انا بلعاني نعم فيها راه ما تقفش قدام فوز ايه نعم حتى اسمها قربعة تقبيلة كين بلعاني ذيك قلت له مش بلعاني يا دغوة وراك يا محل بوش حلبوش يجي يجي مش شكيكة يا بي ما يجي يا حمد نعرف 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 يجي مع شفية يجي سرق عينيه الزرق انيك محل ايه ملا بيهم حطيتي ماني عشان لنا يا هلا بارك بوش يتراح ها يمشي حمدي بارك كون ميجيل تلاقون بعد اقنا كنت نقول موحل نلقاك وتلقيني نيا 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 اي جينيرو برا تك تك وصل هاي لحظة هكا في الكوفي باي باي من ايك عليك نشدوك راه هاي هاي بالراس بنا اسمع مش نضرب بالبوني المرة طب بالراسك مو ناحيته الباد قبيلة باهي فما نمر طلبني نحب شكورة طب بعد انا مش بالعان هذا نقدر حد يحكي مع الزبي لغة من ايك انا احكي مع لغة ما اني ما تبقى ساكت حمدي تتكلم تقبيح في الزبي يا انا شكون حب طبع شكون حب طبع سمعتيش طفلة قبيلة قدام نبات باش تحكي كلها برا مشي نايك برا اب حمدي اب نيكو نيكو اه بلاك وينك لبس عليك لا ياني شكون زي بلاك بلاك لا يا زي بلاك بلاك دم تاعك جوك بيه بلاك الولدين فكروا السرولدين لا ياني عرفته بالسرول السرول هذا بني. انت اول عرفتك اي اي انا فهمتك اي
جاوك فسفس برو. جاوك فسفس اي. البلاك يا. قل. اش عملتوا في الفازة تاع البارح هذيك اللي قلت لك عليها؟ انحصر فيه السيد الالهي وحصر فيه. بالله. والله. مازلنا توما حكينا جملة. ما تفهمش كلمة الموضوع. برا برا راك حرك. مؤهر مؤهر يا بلاك. لا يسوي بيه. تعفون بلاك على الاخر. ليه فين هاي لهنا؟ اسمعني يا خلينا نفهم حاجة، فكر بوستنج يا اخي يعطونا مع بيت بالباتا. ايوه فما بالسلاح وكرتوش. تعرف كيك كل مرة كيف انت والليفر نتاع معناها ديما تصير فايت معناها اسمعني يا كوز كي نلقاه بيه لحظه كي نلقاه يضرب العبيد انا كيفين نستنيه يكمل اضرب معاه اضرب معاه عاونه 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 ترسيلك هزوزهم للسبيطار نذكر اكوزا بعد نجربه ب 100 مليون كل والله أما زلتوا تلمدوا في 300 مليون طهر يوه وين أما بزيد فلوس هكا يقعدوا على شنط يسمعتك ماكش خارج برشي وليم بعد نسيت تاسا كراب في فيفا ومعنا حمزي فهمتني هيك الغرب الكل عرفتهم شو اللي انت عنيكو بلعس يا عم بعد فيق 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 زعز لا لا من غير مطاط من غير مطاط هي هذا الاخر هز هذا خلي هزوا بعضهم كما يحبوا اسمعي طبعا كراب هذوما مش كانوا اللي خرج الطاوية الدنجو بالرسمي هذيك طبعا البنت اي البنت هذيك قدمنا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة مهبطوا ال معاكم طايحين لابسين باللكحة يا كل هذي اخر صح أكيد داروا يضربوا فينا صح انا راني واقفه على روحي تاع يضرب فينا وين وين ماشيين السبيطار انا هو اللي يضرب فيك ماشيين السبيطار بلاك بلاك بيه امريك الو سي جانجو السلام عليكم السلام خويا انا لؤي بكري قلت لكم هبطوني معناها نعرفني في الدار وهزتوني معاكم جاوك بيه بدي اسمعني راهو بعد ما عدت الحبس ما رجعتليش حتى حاجه يا اخي عادي هذايا معناها الاشتراك بتاعي وكذا شو الكل رجعت والله ما عندي شيء ما جيتهمش يا باي ما جيتهمش اكوزا ساكلو اي رجعت له ولا خرجت عليه ما حبس ما عنديش حدا تكلم في خبر كلو اي نسمع فيك يا ودي نسمع فيك شكون ليه برا نشي ليه وعلى الزبد لا لا بي اموره تعبه شوي الو يا ولدي صوتك ما يتسمعش يا هديك رب ما يسمع فيك جملة هاي لحظة لحظة زمان انت مش خضر مكرتش على الزبد نرحم حد يعني مكرتش على حد نبدي اللي ورانا الزبد ايش بيه متابع في البوب لا ني يحكي هولو خطورة بسيد لا ما تطلقني لهني خليك من الله بارك يا سيد عم ترى قوم مدى ايه تفضل نزل يديك تفضل انا روختيني حق سبيطار اي نوعا ما انا هزوك سبيطار برا 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 مش بيك انتحرت انت خاطر انا خاتيني في بالي باش يهزوا جماعه للسبيطار وانتم ما كنتوش تتبعوهم يا اخي قلت له هبطني ما حبش يهبطني يا اخي هبطني مش بالعين اه هذه كرت شا كرت شرا على كرت علينا هبنا والله ما انا فهمت بس لك العاش ضيق فيق بس لك العاش ضيق عليه امريك مدام اذا ما مش عطيني اسميهم بعد لا لحظة لحظة تشنطة هذا مفتوح طيب جيب كهرباء حامد يعني لهنا يا كهرباء كتبه يا عليك ارتشو علي والله كنت مش نسيبك
مدام ما حكيت لي الموضوع اللي حكيتولي بدي مخاطيك عليه. هبعتها الكهرباء للديبو خنوزها مغادي معنا نكتر يا خيي ديجا ما غير ماسك ولا ما عندي شريش. المشكلة اللي انتي معاهم في الموضوع اللي عملوه بالرسمي كنت باش نسيب انا ريتني قاعدة من الاول على الكيس بتاني ايه انا في بالي معناه باش يوصلوه بالسبيطار واحنا نمشيو على رواحنا يا اخي انتم مخلطوا رانا ما فهمتش كربوستنك خاطر كربوستنك معاكم يا مدام فهمتني مكش انتي معناه معاه باش نلقاو غادي الكل مشكوك فيه فهمت ايه فهمتك من بعد استوعبت الموضوع يا جانجو شكون عنده مية بالله خارك اثقيقة تنحطك البوتاجون غيره تنحطك البوتاجون حط المركز مش مركز سبيطار حط سبيطار مش يمين حط يعود يرجع يطار عقلتي الانجليزية يا اخوي رايت عليه رايت لفت كيفاش معناتها يمين رايت كمل طول كمل تهاوكم راجعين راجعين غادي في بيرم غادي سكت علي الراديو باللي سكت علي الراديو انت سكرش هذا لا هليش تسكر فيها كان اسمع الاخبار باللي انت حاكم وتسمع في الاخبار اشتعم بيه الاخبار كل عندك نورمال مور برج اربع عليك كربة واحد يعمل دورة شوية يا مدر شبيه زي تتناطح معانا نحب نفهم ليه يا انه لايك معي ليه بارو مش هاتو فيه بعد وضع تشابو مات ينظف شوية سبيتار حاندي بتخلي هاد يدخل تفضل معلم يا برو عشتي بيك ايه بعدي شوية من هنا شوية دقيقة نزلنا يديك بدين يا حاسبي يا دنج اي يا حمدي وينك داني بر داني بر انا فكرت بر حمدي ما تخرجش يا بطوها يا حمدي راح عاد يخطفوك ويخطفوها هسه
نحيل الكاف نحيل. هاي جنك وانا البر هاي كيف تبدل الكهرباء؟ هاي تمشي الكهرباء جوابين حامد حامد اوي سيد العون سيد العون حامد يا كوز بدل الكره شبيه ذا تسمع فيا مدام انا قلت لك كان تحب تروح عطينا الاسامي اللي كانوا في الكهرباء اللي كانوا في الكهرباء وبعد عندك علم باللي كرتش علينا لا الحقيقة ما عندي شعر كي كانت الكهرباء اللي ركبة فيها انت كيف يوم تعرف لحظة لحظة ميسيرش نحيو لي الكاف ونحيو نخرج من الراديو اي نصو مركز طبعا نحيو له كل شيء اما كهرباء تبع فيها كنت مرحبا بيه حمرة كهرباء امشي كرش راي كرش يا جنج وامشي ياسرة ايش بسلاحاتكم يا جنج واسلح يا الزبي ارجين يا سيقة ذي يا جنج كرش علي هزا شبيكم بهي يا اخي هاي يا اخوي خلي يقتلوك حبوا يقتلوك جمال بربيوت ما تسمع جوا ده اجري حامد اجري في بالك باش تورط انت في جرة اللي عملوا فيه تو انا شو مدخلني تو يحبوا يخرجوك هما كرتشوا علينا شو هما في بالو ما عندي شيء واحنا خاطينا ما فهمتش علاش يعملوا فيه ذا الكل باش تورط ولا باش تورط لي انا شنو ذنبك وما عندهم سلاح معناها ذنبك اللي هما اصحابك شو نقلك اللي هما اصحابي معناها على اساس منين هبطت انت شو عندك انت ما عندي شي شو تسمعوا فيا اسمعني واحد كوفريني مش نجري النهج المقابل استنى 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 جنك بس انا لحظة ما تخلصش بارا بس هذيك كيم اللي تكرتشوا عليها را اسمعني جيب واحد غير وليت فيكم جانجو خذ كافر يا جانجو نجم زوز كراهب عندي طلعنا فوق سطحنا احنا كرك طلعت يا صاحبي قلت لك طبعاً هذا ايش ماشي وقت من غير ما تحرك طلعتوا فوق سطح راه مديكم ما هوكم يا كوزة تشوف فيهم هوكم في النهج وينك
قلت اكل لك الحمرة قلت لي هذيك وراها اهم 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 مش يحصروني يا هز لي طاح هز صدقنا هز لي طاح اكوزة هز ما تهز شبيه ما نعرفش يدور لي مواطن صالح هز هذيك هز هذيك نزلتني انا انا مواطن صالح يا ولد حمدي حمدي داون حمدي داون واش مواطن صالح هاد ما حبش يتهز صارت له مشكلة ما ريكوفري يمشي الزنكو حطها حطها لهنا حطها لهنا تمشي خليني بحظة البوبيل خير حاشيك عليش ما لا ميسيون بوسيبل هذي نعم في على خاطرك انا ما فهمتش ريت كان سيبتوني من الاول مزمر عليك اذكر راحك مش مدخلني انا كنت قاعدة في الكوان صحابك الكرتوش اللي صار هذا الكل خاطرك انت هزو حمدي هز هز حمدي رف شنو حكيتك انتي مدام لا سو بوان غالب لعبة تبني باش نولي نحبك كيف انت اخريك سكر راه من أمل ياحي بس تحبني كيف ما هم يحبوك برشا برشا لا ما نعرف انت نشوف ادخل داخل اي اي شو اسمك انت؟ ندوسي 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 خليها لهنا اي باش نزوج مع السبيطار نزوج لاخر السبيطار ونرجع هاني جاي بوليس الجانجو هذا خرج خرج يقطك عليه الباب دخل وين نخرج لقيت عنده باج بوليس هذا تحكي بجدك هو لحظة شنو هي الشيء لقيت عنده باج بوليس
السيد هذاك عندك ميك لو ما انت باش عندي انا ارجعوا لك متاكد من الحكايه ها في جيبي باتش بوليس شنو متاكد اش معناتها الفاز لحظه بارك لحظه لازم نجيبو حمدي اي حتى ديك الجوي طيب البلاد تالي تقول بس صحيح جد اسمعني هدي هدي السبيطار قاعد نزل انت مبلاك بدايبة يوسف بس ما تكلمش مين يا تانجو هذا هو هزو انت خطرين على خارج كاربا جاسو سودا كاكوزا طلعوا في الكربان جيت خنخبي له سلاحه لفوق مريك الله جنكو سكر بيبان من كل الاخرى سكر بيبان كل امريكا اي صاحبي خاطر سوسمو ذاك فهمتش حسيتك مفجوع منه ولا شنو حكيت جانكو قط الكره بنت هو حمدي كيفاش؟ اي تو نجيب وين انت قط الكره مازال مطيش هو فين حمد؟ قطر كره بالذات طب شكون يسكاوتي علينا هذا؟ جوك بيه جوك بيه عزيز بما تهبطش هي في ساعة فما شكون قاعد شد سلاحه عليك راه على يسار اللوطه راه على يسار اللوطه واحد اخر اللوطه وين وين اللوطه الكوان فين بيام الكحله ريتها ولا المرسيدس هذيك فما واحد بالابيض غادي يريد شد سلاح بالك طاب انت ماكش في الكهرباء اصلا يا جانكو كان هاك يركب ويركب التريبات البلاستيك يركب البلاستيك الاخر اسمعني سكروا علينا من تاني بي ام بي حاول طابت فيس على كوزا بالله جامش انا جامش يبطى الدروس نقص فوق الكربة باش نقرب لك
نقص فوق الكهرباء يا كوز. يا كوز. اوي 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 اوي. بعد ما غادي بعد ما غادي يا كوزا. اطلع اطلع فيس اطلع 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 طلع واطلع فيس 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 مش يشوفوا فين. اي 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 حطوا حطوا اي 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 تحط برا برا جانجو ارجع ارجع المركز ارجع ارجع مش حد ارجع كعفش شكون انا نقص 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 اوي جانجو دوره خليه اعطيني الفيو عليه يا جانجو وصلهم السبيطار ادخل 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 اكد دخل ماشي السبيطار اي 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 في خود كوفر بالكربة يا كوزا اخي نعرفك بذكي للدرجة زينجو راني تحت من السماء نعرف خربت لك الكربة باش نقز فوق كمل ما تقفش في السبيطار يا زنجو طب كان يخرج الاخرى هنا عندي انزل معايا زوز متوفين اخي باش يقعدوا يعملوا هكا يا ضم والله ما نعرف لحظة بالليل لا صحيح تحت المعمل يا برو يا برو تحت المعمل يحب يقلبنا عنده برشا وعارف نجم يقلبنا ايه اسمعني هبطهم فيسا حط حط هانك اليمين اسمعني خنداوي انا قبل خنداوي انا قبل هبطوا بعيد سيبوا بعيد سيبوا بعيد هبطوا غد اي 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 شي بدي مدكدك يا دقدقوك يا صاحبي جوك بيه ريزيف وليام صندوقي تلتحق السبيطار فينا فيسا على السبيطار فيسا فيسا شفام شفام بيلك يا خطفوك خذ حاول خذ كهرباء انت مواطن صالح ها خاطر ما مشي على فوق فيسا يجري السبيطار عادي يا كوز عادي شداوي معلمة تعدي نوايات لا لا شوف بركة فما لعبة روكت ليج سمعت بها منا صارت حبيت نتفرج عليها تفضل اكوزا ديت يبعثوا سيد استنى تزنقوا
هو فما واحد لهنا ثم ليه يعني في الالتحاق الالتحاق في كرهبة متاع مواطن صالح جمل خليها بدي اخرج شدوا وذاك هو تزنقولي كان ترى هز لي ديك معاه ايوه كافي كافي تو نمش مالي هز لي ديك ما نجمش نهزهم اذا يتوز تفضل يا مريك. مواطن عندك حاجة هوني يا مواطن وي نحكي معك سلام سلام شنو سيد داخل يا كوس اه سي بون عندي صاحبي هون لا هاوكا صاحبك ما غادي برا برا استنى يا جانجو استنى اي اي الزملاء مازلته في السبيطار جوزيف في صاي جوزيف راني جاي راني جاي راني جاي بكرة بتاع مواطن صالح صاي وي جانجو يا بابا سامحني ميرسي على الحلول اسمع اخوي اسمع بالله اسال زميلك ترى كل واحد حساب له اي قط عندك خاطر راني خرجت عليا التليفون ولا شو اسمه قال له اي بالله عندي موضوع نكملو تنجي اخوي دقيقه برك باهي اخوي عيشك عيشك شنو عندكم الاحوال غاديك يا زملاء ايش تو تعرف يا ولدي فيس from this discord صاد من كرفور سامعنا تسبش فيني ما نكون كتير تعرض هاني قدم سيزني خي شنو قدو لهنا اي وسع بيرك شوي مثال اسمه تقلق انت بلي بلي شي نايا سيفيل تخدمو يا جانجو يا ودي طلعوا في الترب الاخر يا شي قاعد البرة يا الولاد مش يقعد مشنقل البرة اخي يفهموا ايه يقعد مشنقل البر هي مش مشكلة ليه ما يقعدش مشنقل البر معناتها هي ركزة ولا حاجة يتيح فهمتك الناس مو احنا سوق كرة وحاكم ما تنجمش خويا يا جانجو تو ركبو ما لا هو انت الكرهبة هذايا مريكي تو ركبو تو ركبو يا جانجو ايه ليه ما ينجمش يطلع في وسط الكرهبة حاشية راهي الكرهبة هذايا هذيك راديو لا برا طلع معايا اسمعني لهنا شو يقعد مشنقل البر شو يقعد مشنقل في الشارع دبروا اليوم شكله برشا خبط اكيد دبلو ريوسكم انتوما تعاندو دبلو ريوسكم اطلعوا الزوز انتوما كبشوا على جنيب طيب هو يطلع في الوسط انتوما كبشوا على جنيب شميك البرشا خابت يا ولدي برا تكيكا بس خليه مع تاكوزر ليه يا ودي هفتر يا ودي انتوما كبشوا في بلاصتو طيب هو يطلع في بلاصتكم افهموا كي دوروا من غادي يا كوز على المر الساعة انا ما تحطش من تيالي يا اوكا واحدة كيمنا من تيال حل المال لحظة طلعنا بالليل في المال اضرب الكرتوز وش تحرك انت استنى طلعنا في المال بهيش هيك طلع يا مدي مش مشكلة انت تطلع في المال من الجيل اللهم صل يعني ليه انت مش تطلع جاكو مش شي تيه طب روريوس اسمعني اسمعني حلها حلها واحد يطلع الكهرباء الكحلة هو يطلع لهنا معنا ثلاثة وواحد ياخذ الكهرباء الكحلة واحد هذاك الحل انا اطلع في الكهرباء في جانكو احكي لي شو فما احكي لي اللي صار خطو الكهرباء خطو جانكو او كان من قديم فيرقة يا جانكو دقيقة بالله والله لا فيها لحظة بلي قد هيك يا نمي ليه حد لهبة واحد يطلع في كهرباء الكحلة يسوق وحده ليدي جيب له بهيمة رامي جيبه تنوصل بالله ارتاح معلم لا ارتاح انت يا برو ارتاح تي برا معلم روح ارتاح انت يا برو روح عصب على خشمك مريقل لازم نعصب برو يدك في الزب يهبط ولا يدك لم نيك لم نيك لم نيك يسي يسي جاكو كينا خشو برا والله سمعتوش كيفاش يحكي نحن حاكم وكيك نتصرف اطلع زميل هزك الكهرباء هز اسمعني فما كرتوش كوفرينا بالدبابة اللي عندك يا حمدي
محفوظ انت الكرتوش معناها جايبها قبيح والله ما نقطع له صوت مريك. اخرج اخرج يا سيدي يا خويا استنى خير ولا فيديو اخرج قبل لك الكرمه الحمراء يا وكلي عرفت شنو فيك للزاحي فوق فوق فتحها هادي وين عم كيفاش يضرب هنا بكرتوش معاه هو سلاح كبير افتح 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 سلاح كبير رد بالكم اكا 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 يا زملي اكا اكا على امي ترى وخر شوي وخر ما نجمش نتحرك وراه هاوك هاوك الفوق ورد بيرك ورد بيرك طبس طبس لي 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 بعد تجي كيف هداونا ليت فما واحد فوق السطح فوق واحد فوق السطح فوق السطح بكا بلي الدبيبة تنجم تجينا حاشتنا بكوفر الدبيبة ذيك دوني كروي احنا ليك نروح في اللي تشبع عم نعاونك رد بالك ايش في فيك رد بالك تشت ميك ثلاث ساعات تعطيك روح يا ودي نعاونك يا ليك وين فوق السطح يا جنكو وين وين السطح فينا احنا حسيتك تحب نيك روحك وحدك صحيح لا هاوك هاوك رد بالك رد بالك نحب نيك معاك انا متفق فقاد يا ودي رد بالك لا هذيك الكهرباء بتضرب فيها ده تحيتك برك راهو انا باه مش فيها من فوق السطح الاخر اللي هي بيا طيحته طيحته ديال السطح طيحته طيحته اي امريكا الله صح هاي ثلاثة داون انا لوطا سيبون نمشيو المركز بلي زوما لي يجيو يزو استنى استنى يجيوني يجيوني انا ما عنديش كوفر راه لهنا هاي دقيقة الولاد السيد قصد ربي خرج كيف ما شكون يا جانجو جاي يقول شين قصد ربي تعرف 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 جاي عملت عملت استنى شوي اي نار نار ما عنده اكا يقصد ربي زملاء زوم السبيطار يجيني يا اكو يجيني صوت انا حمدي في السبيطار يا حمدي ما تهبط حتى اي ارتفكات عيني عينك هذا ما فادلكش الرجل حمدي برا بيه من السبيطار يا زوكم برا ادخل بيه من السبيطار ما تهبط حتى انا جاي اسمعني عرفش نزل الجيور هذا واضح اسمعني الحي هزوا للجيور الاخرين السبيطار تفيق بالواحد وكافي وحط في الكهرباء يا كوز هاني جيتك انا نستنى في السيد حمدي فينك يا حمدي انا في السبيطار انا وحمدي يا جاو كبير غادي انت اش تلقى طفلة يا ويليامز اقعد معاهم الزوز غاديك هذوك عندي العجلة مفلوقة باللي الزملاء كانت نجمو تجيو الزوز مينوتي ما تنهي حد المينوت جانجو بلي تعمل مزايا شفنا كرم الكتبور انا باش نشوف الموضوع اللي عندي طب طبطوش حمدي لا
نسيت باللي بلي على سقية راني على سقية راني على سقية وحدك وحدك يا غاديك الوليام تصرف خويا خدم اخر الوليام تهديك ربي تصرف والله ما نعرف اقسم بالله ما نعرفش ما همش اللي نعرفهم مثل ريسر ترى شكون هم هذوما اما واحد فهمش بدك عندها ساعة نفيتو فيها Et avec la musique sans pub, oubliez les coupures audio et restez plus facilement concentré. Profitez d'un mois de premium gratuit. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. تحكي مع حد حمدي. اي حاجة بصبر بسي ضدك. حمدي هجيب السيد. يا ويليام تعال نصاد على نصاد على نصاد خويا مركز جوك بيه ليه ما وصلت شديني ثلاثة كراه ها؟ ثلاثة كراه ابو رايا صح خيط فدلك انتي طو يا والله العظيم طو زوز كراه ابو رايا خويا ام الزين ايه فينك بالضبط انتي طو راني طو قدام المركز انا في شارع فكرتش علي راه في سابرة خطورة ماليه سو ماليه في شكرت قدام المركز راه ما فما زوز دخلت انا سكرت البيع نزل الجانجو على الصاد على الصاد الجانجو السيد الزبي عنده بيستولي جلوك و ام كا 18 وعنده مينوت نتاع حاكم ورايفل نتاع حاكم وكرتوش نتاع حاكم و هذوكم باز بعثهم تشيسي راه كشماع حتى سامن جانجو في صعبة ماي في ثاني بعد السبيتار يعني هبط على الكهيس قبل ما نخرج جانجو تسمع فيا؟ نسمع فيك في صعبتي على الكهيس قرب صامود نصاب هاي جانجو وين برا كلها حمدي وين ماشي يا حمدي كله ما عندي حتى فكرة لك صدق الناس يا حمدي زينكو شكون تعدى في الكرم حمدي في بيت مالية وينكم مالية نبي منحي لي الساحات الكل ما نلقى في شيء تحت نبي وحب خوذ الكرهبة با هاي جسد خوذ الكرهبة شنو يفتحي لي في الساحات يطلم فاهم زبي عليا ملاحي السكت نيك روحك تسبي ماني مخرجني ما غير حتى سلاح تسبي وحب حط كل شيء حط كل شيء كل شيء جوك بيه بر بيتا خوذ لنا كابر قدام ال خوذ كابر قدام المركز بيالكم لو قدام المركز انا اللوطة في الجيارة ما فهم قدام المركز كرابارة خوذ بيالك اللي بشي يجي يرد بالك عنده ما يعملوا عارش نلقى واحد باد وتقريب واحد بس عنده ما يعملوا هاد اسمعني مش قدم المركز ركز معي امشي من تيلي من المركز بس جيون انت اول واحد بس تمشي فهمتني تعيدك زنقو نقص مهم خير امشي ورا المركز غادي كنت اول واحد انا وراك اسمعني خليه يمشي اول جانجو تتلقاوني غادي يا شوكم بيه
ولا المركز يا حمدي، انت اول واحد. استنى تزنقو خليه يسبق هو، خاطر فما شكون راهو غاد سنو فين. مش نطول الطريق. حمدي كي توصل قول لنا. حمدي برا المركز عارف شنو طولوا الطريق، اش بيك تبع فينا جنكو السيد هذاك فركته وعنده برشا مواضيع تحت. مريك اللي وصلت انا سي فارك. فما حد لبرا، انا اخر واحد. فما حد. خزو مالي انتم نحيتوا لها الكاف الطفلة. ادي استنى اني جاي، ما تحكي مع حد يا ويليام صح. قد ايه من وقت تجي؟ طفلة شي مكفاية مفرك سمحيتها لها شبابي. حمدي حطها بالعرض الكهرباء. يا حاكم اعاون برب شي روح صعب بعدنا محامي. روح يا خويا روح. رهبط يا محامي يا شي تدري ايش فيه يا حاكم يا عون. هلا انا شقلت شقلت ايش ايش شنو قلت شقلت انت تو شكون انت انت شقلت حد المينو. ليش قلت سمعتك راه سبيت قلت ولا لا قلت شيء يا تي نسمع فيك راه عندي كل شيء موجود هي عندك كل شيء عندك كل شيء سجله هكا نجيو كبير برا روحنا برا روح اصبع على راسك باهي يا اخي واحنا ماشيين شيء مكفيه جوزيف شيء مكفيه نشوفك ايش تقبح لهذا هزي ديك هزو من لحاك تدخلنا فيه تواصل ليك نعرف نحكي رومان حاجة تذية ما تجيش فيه كبير معناها حسب نشوف الاندي لانه شخصية معروفة برشا تصور صديق مقرب شيجي حامي عديد بالطريقة اللي حامي عديد كبير عملت حاجة لحاكم قبل ما يجي هو بس احكي لي ليا اسمعني 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 رجولي كونوا واضحين بيني وبينك صدقني ترى مني كان البيت انا ريت نبعثكم الكل دراوة اهلا بالغالي بالله ايدي بقسمك بس انتي المنوت اها يعني قاوك كيكا كافية وكاسو حطوك في الكرابة وجابك لهني هكيك يا سبحان الله كلكم وجوكم يا حمدي ادخل ديق سكر عليهم الباب يا حمدي سكر الباب وراك يا ملي كنت معاهم في الكهرباء ولا حمدي سيتعاون بالرسمي حتي فيا هذيك هي باهي لحظة رسمي بالرسمي باهي لحظة جوز اخرج لحظة حسيت ترشيكت علي المرة لك على روحي ترشيكت علي المرة دقيقة انا جيت باهي اسمعني اسمعني على حسب يا زميل يا مواطن اي لحظة بارك اي جانجو اه قتلك الطفلة زي تسمع فيها ولا ايه؟ اش قتلك؟ قتلك اللي هي كانت في الكهرباء معاهم ما مدخلهاش قلت كل شي تحب
بعثها تنظيف. اي احكي لي انت مساج حاب تسمع منك. يا مدام شت كرتابتي شنو لقيت عندها انت؟ عندها شيء هذيك يا عون يا زبور. ايش ايش سي برا يا جبش نجي قطع لك صوت نقيق انت تقطع ستي عندك انت اسد فرق سرقت عبد الكل زين فرق. سلام سلام مو هالقطعة في الكتاب. هاي شكرا ترجع لك. ها شني كنت تعمل بلف السلي يا دير اخي اسمعني نحكي لك شكرا تعمل مثال شيء يحكي لي نعمل نفهم منك يا اخي انا بصدقة يعني ما قل لي انت مثال كانوا يعملوا ذكر بوصلك وكرتشوا علينا وهي كرشت وضربت ضربت ولا ما ضربت اصحابها واللي فوضى ذي الكل اللي صارت على خطر هي اللي هنا ادخل داخل معاك يا حبيبي الناس بنحكي المينوت ولا شنو عندك هيك فيجيور بالله هاي آه مال على خير هاي ويدك انت والحاكم بتاعك بالله لحظه اي هذاك شحال شي حطيت جاوك بيت مو عينيك محلول اي جي عديني حومه ولا شنو قعدك كثير طيب اللي ادخل لنا الداخل ادخل لنا الداخل خل الباب فين المحامي اللي كنت تشوف فيه حاكي بالزملاء فين المحامي اللي كنت ترى فيه بالله جد المحامي قرشته ما عندوش حتى لايسنس تاع لوير باش انه يدخل كمحامي اه جاي فريزا جاي حوس اوكي كاي ما عندوش اوراق ما عندكش اوراق ما عندوش حتى ورقه ما عندوش بليز يعني قتلك لحظه لحظه جانكو بلي دقيقه لحظه لا غير ما ندخلوا بعضنا ورا السبيريت زوز راه فهمتني خرجوا من البيعة وانت ياك شوفهم الزنك هذه اول حاجة هادي هذوكم جاوهم به باه هذوكم جاوهم به هذه اول حاجة ثاني حاجة سبب هذا الكل اللي صار يا جوزيف باش تفهم من الطفلة اي من الطفلة قتلك لهم هزيني يا خويا للجيورج بن هنا خطوا رانا كربت شعرين يعلم بينا رب اي هي قتلك ما استوجبونيش باش نقول انا على سامي العبيد اي ماشي باش نحكي معاه هاي استجوبوهم واحد واحد ايش استجابها انت الزنك جانكو كلها اعطيني سامي العبيد جيب بالازرق نجيبك هيا ليش تخرج معنا مدام؟ أتنرجع لبيت لا ده بربي ما تبطئش ولا شوف العون ها والأصلع ذي عدين هيا يا مدام يجيش عنده وسبرة ما يجيش ولا عليها كيف سيد العون تحبش نعطيك الأسامي اللي عاملين الكربوس ما تسمي مراني اللي سمي بركة بشتاعتي ندخل ندخل شافي مسكك بيت راه ايش ايش بي تحقيق واحد اخر جاك ويش ايش اللي هذي جاك ويش ايش جيبها 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 احمر اخر شيء عاش نشوف يا ايش ايش ما محلول ايش اه شب برا مدى نفضل قضا حتى الارتياح ايش يا جانجو على الصوت على الصوت ما اللي بالضبط شديت عنده بالله لا لا ما عنده شيء هذاك اكيد في رخا ايه احكي لي تعال ضي ايه ناول لا لا حيلي من الكربوستا قهنا ما حيلي احكي ده فير الكربوستا اي اما مش احنا راهو انتم غلطين فينا فمك الزوزي لابسين بالك حل سامحني من علقه التليفون سي بون كان لابسين الزوز بالكحل ديجا احنا وصلنا قبلها في بالنا مشي مش مبحر والكل باي ذا واي العون اللي مغادي كان مش تسمع فيه راني مش 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 من مش معناها قلقتش زملاء وصلنا احكي على روحك البيت متعدي ايش احكي اي باهي نخرج من الراديو زيدا لحظه بركه باهي قلت لك وصلنا قبلهم اي شباب وصلنا قبلهم نلقاوهم قاعدين يتعاركوا مع المواطنين الصالحين يا اخي طاحوا هما الجماعه اللي معايا معناها خلطوا راهم المواطنين حطوهم يحبوا يضربوهم يا اخي رجعوا عليهم تلقيناهم طايشين حبوا يهزوهم للسبيطار وانا ديجا يظل فما عوين شافوني خرجت على حق الكيس قعدت في البوان خاطرين خاطيني ما حبيت لهم شيء خاطيك شو يا سيد العون انا بدي نحكي لك الحقيقه تحب تصدقني مرحبا ما تحبش مش ما تقوليش الحقيقه أحلان. وما اسمعني جنبه مش على حاجه دقيقه جوزي
قبل احكي مع تولا. انت كنت في البنت، كنت راكبه في البنت البيضة ولا ايه؟ اي اما ركبت من بعد خاطر في بالنا معناها باش تدخل ورانا. لا لا جاوبنا على سؤالي، على قد سؤالي برك هكا ما يصيرش. اي قلت لك اي اما في بالي معناها خاطر ورانا باش تدخل الجماعة. كي انت نقصت من الكهرباء اللي في الكهرباء علاش كرتشوا علينا؟ ما نعرفش هكاك اسم اللي كرتش. باهي وانا جايبك من المركز، جايبك من السبيطار على سقايا لهنا طيحوا زميل في جرتك انت، كارتشو علينا في جرتك انت. باهي انت انت كيف ركزت ما لقيتش عندي حاجه. سي با مون بروبليم، نلقى عندك ولا ما نلقاش؟ إيه ما عندكش حاجه معناتها هذوك مش معاك. اي في بالي اما نقول لك معناها كرتش ولا حاجه. شو اسمك انت؟ معناها واحد اسمي لوسندا. وجهك هكاك من عند ربي؟ من الفلاورز. من الفلاورز. من شكون؟ من الفلاورز. يا زميل عندي تويل سامحني قصت عليكم. ماهيش عبد. لا باب. بلاي ثم كل معناه اللي كانوا كرتشهم بكري هذوما هما. البرانين. ترهم. لا لا فما زوز عطاوها بالنوم تو نحكيو فيه الموضوع من بعد هذاك. امريكا. سيرتو لي عنده لكالي فوق السطح. عنده اكال. اكال. طيحته قصد ربي قد مسكين غلبوا النعاس. باش يعطينا عمره باش يمشي يجيب لنا شويه دقله. الحاصل شنو الفلاورز؟ اسمع هذوما جانكو من الفلاورز اللي جا هذيك ماهيش قداش عمرك؟ ماهوش ماس ما تنجمش تحسبوا عمري. لا ريت علاش هي ما تنجمش تحسبوا عمري. نعطيها انا عمر قديه؟ قديش تعطيني؟ لا لا انت نعرف بعد بطاقة تعريف نتاعي. شو اسمك؟ موجودة في الانديتي نتاعنا؟ لوسندا. شو معنى هي انديتي؟ نشوفوا بها معناتها أي واحد يسكن في لوسانتوس. ايه اون برانسيب تفاني. شو اسمك؟ لوسندا فوكس. فوكس؟ ايه. والله جانكو باش نحكي معاك مانيش متكيف راهو فهمت كيفاه؟ مانيش عابد اللي بجنبك. هاي من عام 95 شنو هي اللي مانيش عابد معناتها؟ يا بطاقة تعريف خاص، البطاقة تعريف خاص يا دي. كانت ميتة وماتت، كانت ميتة وفاقت. اي ما هو واحد نحن بحذية الجنية انا معناتها. يا مدام مش مصدق مش مصدق. مدام شو اسمه، شو اسمه ربك؟ اسمه ليرة. ناوي يكفر عليه في ربي ليه والله ليه اسمه ليرة والله. شفت واحدة شعرها اورانجي نفس الوشم في وجهها عندك هي مش وشم مش وشم مش وشم اللي كسكاتريس حسب الموسى اللي مت بها معناها كيف مت انت؟ مت مذبوحة ومحروقة عليه هذا الكل؟ مش عملت في حياتك باش تصير لك هكا؟ نسيت المشكلة نتفكر الموتى اما علاش ما نعرفش ديجا رجعوا هما وكل واحدة عندها ريحة وانا نعرف البحث الكل راهو فهمت شني ريحتك انت شو اسمها بدي؟ بلو دايزي. بلو دايزي اخترنا نعرف لونا وليزابيث ونعرفهم الكل. اوكي. ونعرف اللي شعرها اسفل اللي هي تنجم الوحيدة اللي تنجم تحكي مع الايرا بتاعكم صحيح ولا ايه؟ يجيوها في الجنس. اي ريت ريت يا جانكو قلت لك راني مانيش متكيف جاوبي بيه. هاني انا متكيف اللي قاعد نسمع فيه. توكتي قلت لك راه مش عابد اللي بحثك. يا عبد هاي جبتها للمركز وشبه ما عملتش شوية سحر بتاعها لا خطر هي كي رجعت الحياة رجعت نقص الباور بتاعها عندها باور زادة مال اخي الريحة ذيك اللي عندها شنو اصلا ما عنديش عليش باش نستعمل باور ما عملت شيء تعطيك في ريحة تعطيك بالريحة بتاعها تقتل ربي ترى اعطيني بالريحة متاعك هنموت ماكش فاهم يا جانجو اللي هما مازالوا ما لقاوش الباورز نتاعهم كيف يقوا من الموت خي تبعهم انت معلمة ايش في بالكش والله غريب المواضيع اللي اسمع فيها ما بتعرف قريب لي قريب لي يعرف كل شيء حكيتي اوكي انت عندك بوفار وعمرك كبير وراجع مش تعرف على شنية شو ولا الخلطة اللي طايحة فيها انت معلم علي مش لزق ما حبيت نستكشف معناها العيشة الجديدة خاطر قامي ما كنتش نعيش هكا انا قبل كنت عايش في التراب الحاجات اللي كنتوا تحكيوا عليهم ما نعرفهمش شنو ما هما
اسمع ما بتعرفيش بتلف ما مسيرش نحكيه قلت في ليلة مش لف كمي ما عرفت حاجة أنا حاجة أنا نعرف كربوس ترى معناها ما فهمتها أنا يعني مسيب الدنيا بتاعك وبوفواراتك وكما قال لك لاخر ربك وريحتك ودفازاتك وجاي طبع لي في كربوس مش هنا لا تحبنا يا أخي سمعتهم قالوا شنو الاسم نو لايف حاجة كيكة وطفل ما نعرفش ما سمعتش اسمه الحقيقة نو لايف اي شبيها وقتها شبيها نو لايف معانا في معناها في البنت البيضة هما طايحين سمعت وقال لها نو لايف نو لايف موجودة معاكم مش موجودة معانا ديجا لقيناهم يعملوا في الكربوس هي معناتها انا في حالتي هذه شو مش مفسر لك انا خدمتي انا في حالتي هذه ونقلت في موضوع كيما كيك وصارت حرب اهليه تو في الشارع على خاطرك انت معناتها باش يخرجوك انا المفروض شنو نعمل لك معناتها باش نبعث لك حبس واللي اتعس في الموضوع الكل راهو اللي سمعت وانا بابو مش مصدقه راه باش نكونوا واضحين انت سمعته توا تحكي عليها هي هي ليه مانيش مصدق ليه لازمك تصدق ما تصدقش الخرافات ولا لازمك تصدقوا يا جن يا ولد جاني قلت لك ميسيرش ولا تجيك في المنام راه ولا ماكش بيها اش خاص كان تجي في المنام حاصل يقولك بر لا ترفع في الشك مش هذا بروبليمي معناتها بالرسمي تعرف من ناحية غيظتني كي واحدة عندها حاجات كيما هكا مش نبعثها وكخدمتي ورد بالك تبعثها تجي مشكل يا ديانقورك خايف لا تبعثها تجيك ربع فهمت كيفاش؟ انا ما بخاف من شيء انا نخدم في خدمتي ما على بالي بحط حد عندي اله تبعثك انت شكون؟ ربي وشكون ربك؟ هو ربك الحاصل قلت لي شو بون مش نعيط لك فوكس خاطر اسمك هاي صعيب شوية قل لي فوكس قداش من اخت انتو احنا نعطيه ل مش خويت احنا برا فريند كلوز فريند كلوز فريند احنا تسعة تحسني نعرف البحث الكل اكثر منهم تحسك كي تسعة واني ناس شنو اسمك قلت لي اسمي جوزيف وليام زعما قريب لي يعرف كل شيء كان فهم اوكي فهمت تسعة خويت تسعة والصفرة هي اللي تبحث كل واحدة بزوردي في راسها هكا انتي زرقاء واحدة اورانجية الاخرى كل واحدة عندها ريحة بزوردي كل واحدة والوردة متاحة والريحة متاحة ومش احنا اخترنا الالوان معنا واحدة ديور سوفاج الاخرى فهمت كيف هي وانتي شنو بوفوارك للا يا شنو بوفواري وي الطفلة مازالت معاكم اي اي معايا بربي الاخرين صار بيهم اسمعني كملت مع الزوز باش نصير بيهم مازال الثالث مريق جاوك بيه كيفاش قلت لي كوزي خدم خدم انا البوفوار نتاعي بون خليها الطفلة البوفوار نتاعنا الكل معناها نجمو مانيبوليو العباد و هكا وكان واحد he's feeling stressed ولا حاجة نحيو الستريس نتاعو ونحميوه وهذو كل تفرحتك وشنو هي الحاجة اللي تخلي العبد يوصل يتحكم فيكم للدرجة ما يتحكم فينا هاي بيس كنتو ما تنحيو له الستريس وتنحيو له الحاجة تدوم she has a power yeah I have a power she has a power but that power not available now ريت انا فلاور عندي ريحة راه جانكو في كل فيك الريحة تقريبا وسامحني بربي يا فلاور تفضلي باش نقول تكيفت جاوب فيها لا ها زي لو تربى حب مشيتش ما صدقتش ما قلت لك صدقت السيف انا راهو انا سي نعرف بطلني لحظة شو اسمك انت اختي الوحيدة هي اللي ما نعرفهاش وما عنديش كونتاكت معاها بركدا شو اسمك انت خليك صاحبوش تاخو راحتك نخرج انا ليه ولا ليه باش نشوف حكايه بركه ونسرح على روحي انا باش نخرج وخليك ليه ما اسمع شنو اسمك؟ لك اسمي لوسندا لوسندا بي لوسندا ابن نسمع بيك وما نعرفكش قلت لي شنو الريحه نتاعك انت فكرني باسمع خاطر عندي كنش نقيد فيه بلو دايسي دايسي بلو دايسي لحظه بس بوفوار كثير موجود هذا يا بربي لوزند لوسان يعني فين موجود يعني فين تفركس عليه ولا هو فين موجود ولا هو ما نعرفش ضايع ولا شنو نوتي فيبل شو انا
معناها قاعدة ندور مع العبيد نحب نعيش كيفهم معناها او ميم طون هكا ندور نستكشف بلايص جدد نشوف تشاكو هكا ليان والا انديس ولا فازا معناتها قاعدة تسترجع في الميموار نتاعك عباد تشاكو هي توا عابد راهي كل عبيد راهي فهمت كيفاه خاطر قلت لك الباور نتاعها نوت افيبل فور ناو يتولي ايفيبل وليرا نتاعهم تعطيهم من باور نتاعهم وترجع لهم كل شيء تتولي فما حكاية اخرى كيك فهمت توا بالفعل لوساند نشدك في كاربوستنك المرة الجاية نبعثك برشا حابس لا تقول لي لا باور لا ربك لا ربي لا ما تسبليش الرب نتاعي فهمتني شدك برجع في كاربوستك مع مناظر كيما كيك باش نعطيك بار شحص لوساند لوساند نعرفش علاش البيت تعمل فيه اي تعملو حسب رايك انت يعملو فيه خاطر فلوس معناتها لوساند اي وصلت ومن بعد ما نعرفش انت العمله شنو تعني لك تعني لك حاجه ولا مزال تعرفيها تعني لها شيء هي تعني لها الفلاورز حاجه الاوراق العمله نعرف الفلوس معناها العادية اللي تاخذ بها في الماكلة وتفضي فهمتك تاكل التراب ما تاكلش ماكلة تاكل الحشيش فمك العملة هذيك بيسا سيفاري بيسا سيفاريك عاد مش لهنا عاد احنا الدولار الكايو هذيك اوكي شرف وبيك عشك باهي لوساند برا وصل لوساند شنو دين ربك انت يا ودي سيبنا هرتها الدنيا برا وصلها برا اما ما نشدكش موضوع اخر لوساند شبك شعرها ازرق ام بيسفول ماني شمها شمها جانجو فيها الريحة ليه ليه شميتها بيها مقبلة وانا نشم فيها فيش تتسيب يا دي هذا موضوع فيت الاستراتيجية متاع مخي تسمع بالفلاور ايه ما كيفية مش تتعدى معناها حبسة تسمع بالفلاورز دينا فلاورز انا زبي تتعدى حبسة ولا تنظيف كما هي الناس ايه ما نسمعش بس قد ايه عمرها من عام 1500 طفل طلعت ايه ايش تعمل معها كيف كنت باش نكتب عليك ايش كنت مروحة جنقو اخوي تتحاسب كما ايها الناس مروحة يركز معايا يعني دين عمري السيدة ذيك انا كي خلطت انا الكاربوستنج انا وياك واكوزا شوف الشجرة العليمين شوف نورمالمون دقيقة ليه لحظة نورمالمون تروح طول ازيك خاطر هما حارس حبوا يعملوا جياز كما كوا الطفلة والزبي المنعوها مش على الطفلة مش على الطفلة على الطفلة في حد نفسها هي شكوني ذيك مايش طفلة عادية اكوزا تسمع بالفلاورز اكوزا ايما بس قل لي تابع الفلاورز باي باي نزل بيعت خلنا بعطوه السبي شنو هي المواضيع نتاع السبي زي ما نفهم شيء يعني نخرج ونحكي لك دو اجوز كازيت باش تفهم الموضوع هاو عنا ويليام سي فاهم الموضوع كله معناها سامحني حاجة بركة زي ما تشد الجملة معناها سي سي تتشد اما دو بريفيرونس كي تشدها في موضوع هي مش فاهمة اصلا هي مايش عبد قطع نفهمك قطع نفهمك قطع نخرج ونفهمك مريك مريك باشا هب السبي رو كوزا جون تصور انت السبي في السبيتار انا ايش عملت بالله اسمع اسمع ايش عملت انا يعني في السبيتار يا مالي برا امشي للمركز كرتوش برا يستنيو في سبوبنا نحالي سلاحاتي كلها مالي برا في المركز نحالي الكوف والبستول والانفور كل شيء كل شيء حتى شيلي ما خلي ليش انا هربت خرجت فما كهربا تحت خرجت منها مشيت خبيت نصرف في الكرتوش وكذا فهمت يا اخي نلقى زميلك وراك ورايا سامحني يا اخي كرتش عليك اسمعني انت حش شمت شوف ريحه حش اكوزا اكوزا تبعهم السيد هذاك تخلص بيطار يعمل في نظره شكون مجدود وشكون مش مجدود اي اي وعندك صاحبك وتو هذاك مكان قاعد يسكوتي برا وجاوا بيه معاه حبيت نساله حبيت نساله وين راه في بالي بكل شيء في بالي بيه تخلف في بالي بيه يتبع فينا في بالي بكل شيء جاوا بيه معاه ياك في نظره تعمل بس العون راني مانيش مخبر ولا حكايه دي هذيك ربي خاطيني شيء ذا مش مخبر لنا احنا مخبر تتسمى تخدم معانا ما انت تخدم معاهم خلصنا ليه ما نخدم مع حد يا دي نخدم مع حد خلصنا كالخطية ولا تتجد لك مع الحب شو يحكي تخطية ذي طايا خوي الدنيا ذي ادا ايد ربي ربي مواطن صال علم في فلوس ليش اللي كرم اخذ بريك البريك مش تعرف المرة شيء ما قديش عدى قديش زيد على الفا مينوت نحيهم لو عدي لك اي اي جاوك بيه ما تعديش فا مينوت اقل لا 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 جاوك بيه على خير
يا جانجو وليام فين؟ يعني في الباب المركز برج ولاية. لحظة أخت صاحب، نحن أربعة، نحن أربعة اللي قابلينهم. شكلك أنت نسيبها تروح ونجيك. هاو سيبها سيبها. إجا البيرو هامتر. قلت لك نحن الأربعة وحشينا معاهم حاشين لك. يا أنت ما قلتش أنت إلا كا ما فهم شيء، جيتوا على الجنب لقيتهم ماخذ كوفر. سبي سامحني هكا معني هذي ما داعش. لا 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 باش يجيني لهنا غدوة وكي ربي واحد والله كي يطلع للسماء ويهبط. وفما الآخر هكا اللي قال صباح الخير هذاك. فما واحد سب بنم سمعته. أي أي هذاك باش نمشي معاه. أي لقيت باللي محجوز ما فركست حد راني يا أخي سامحني كيف ما تفركسوش. شي ما فركست حد أنا فركستهم الكل ما لقيت عندهم شي. لا نحكي لك فركست حتى الكل ما لقيت عندهم شي نسخيف فما شكون. هذي فما عبيد عندهم بسيط سبي ما هذيتش خليتهم لك في السبيطار قلت لهم تنطرد واحد عنده بس. مش قلت لي واحد عنده الارم كراكر الارم ادي نحكي على السيد شو اسمه اللي ترفع يا جانجو يا ودي راهم باتي يا ذاك راهم باتي ام باتي السيد راهو يدور بمينوت نتاع حاكم يدور الزبي بجلوك يدور خويا هاني دعيت ما حاب يجيني هذا شنو نعمل انا تو لحظه بركب هذا قدم واحد هذه الحاجه الاولى احكي لي نورني هيا يا برجي وليا برجي وليا برجي وليا الرجل يعطينا الصح شنو يعطينا الصح؟ صحيح جاي في الثنية والله يا جنجو والله ثلاثة رانا الزب باهي باهي كورنا باهي يعني نجيكو يعني سيارة اسمعني عينيك ما تقوليش عينيك مسكر محلول يا ودي يا زيف شو قد التاريخ سيرتو على بتاع لكا مسكينة دك كيفاش عملت له والله يا ودي انا طلعت من فوق مهمشته راه وانا شفت تبع فيك راه وانت وينك يا جنجو فهمتني طلعت له مشته من الفوق وخليتك انت تطلع له الزب يا دي مسكين راهو ماخذ كفر علينا اللوطة درت طط 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 ادي انا بالكهرباء بالكهرباء انا قطعت على الكاتر فاعل على فكره يخبى سلاحه وبعد يعطيها انا بيرو هانتر جانجو وين اخي بهيمه هذا مش يشوف هنا الزب جوزيف يا جوزيف لما برج وليا برج وليا عطينا الصح ما حضرت على شيء يا جوزيف والله ربي فاتك عمرك فرت حتى انا طيب هو تو يظهر لحظه تراب اللي خان كفيه تو يظهر كفيه المشكله منك انت هذيك شط خطين مش عارف يا جوزيف بالرسمي كان نحكي لك بيه لحظه كوزا رشالي فوق الكاف انت يا وسبي من ناحيه وما شكون شكون هذاك مدام لونا يا اي تفضل معنا جيور اي ليه ليه عليه جيور خلت روح يا مدام مدام اي دي مدام لونا يا جانجو عندها استدعاء من البارح زي ما جيت يجي مدام علاش سبيتنا البارح في ال جيتكم انا والمحامي بتاعي بكري ما قلتلكم علاش سبيتنا في التليفون انا سبيتكم اي في التويتر اي ويتش تويتر ما تكاش راح بلي سامحوني بلي عندي كلمة كهو شنو معناتها شنو تقصد شنيا خاطر عدينك حبس السي بي هذيك علي انا ما تعطيتش حبس جاني عفو دولي نعم عفو دولي من الحكومه ما تعطيتش حبس انا حكومه عفيتك من الحبس رئيس عطاني عفو دولي انا رئيس هذا كي كنتو ما تعرفوا مناش شنو هكا هي وليت المدينه معناتها نحن عاطينك حبس وجيك عفو دولي انا اصلا اخر حاجه نتفكر لي يور فري تو جو ومن بعد تعطيت حبس اصلا ما فهمتش دونك ده ما فهمها حتى في ليتو كو انتم الرئيس اللي عمل لك عفو قلت له على اسمي خاطر انا قبل ما نبعثك ذكرتك باسمي باش توصل للرئيس ولا لشكون ما نتفكرش اسمك اصلا بالله سامحني سوي لي خير اللوير تاعك عنده لايسنس تاع لوير جاي بكري ما نلقاكمش لبس كوستيم روز لا لا ما عرفش غاتيك اصلا باش نعطيك نمر كان تحب كان موجود عيط له ميسيج يظهر لي توا قد هو خاطر انتم ما كنتوش موجودين وقت اللي هو كان موجود خاطر انا حسب ما في بالي ما فما حتى واحد عنده لايسنس تاع لوير هذا اللي نعرف كان تعود ثبت تلقاه باهي مدام تنجم تجاوبنا باللي ضيعنا تفضل يا علاش مازال كي شي تليفون توا انا تليفوني تسرق البارح لا لا يا تليفون ما يتسرقش حتى كان يتسرق يا مدام تليفونك حتى كان يتسرق راه يقعد معنا البيس باسمك انت معنا اي حاجه باش تهبطها هي لازم تكون في يدك معنا كان يسرقوا لك انا من يدك يولي باسمي انا فهمتني هذه معلومه تعرف ما اوتوماتيك مول دوني نتاعك الكل يقعدوا
فيه معنا. صحيح. اي انا ما هبطش بيا، عندي استدعاء نحكيو لنا هكا. لا لا انا ولا كيف هيش التحقيق برا جانجو برا. ايجا تفضل معنا كبير. ايجا جانجو قلت لي ايجا حاسي بيه. تفضل ارتاح. مرتاح. تفضل لنا ارتاح. ما نجمش نقعد. اه وين كاين؟ قعد على الفوتيه. اه داك هو مشيت. يا كوز. احكي لي عاد كيفاش قلت لي مدام لونا؟ لونا تقريبا صاحبتك كانت بحذانا انت. شكون صاحبتك؟ عندكش واحدة شعرها صاحبتك؟ عندي زوج صحابي شعرهم ساقنا هي. قلها 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 جانبك عندها نفس ال انا نسميه تتواج. ماهوش تتواج، مولودة هكا انا. كانت بحذانا. جيت على الاستدعاء انا. على استدعاء؟ يا على السبان اللي صار في التليفون الاستدعاء هذاك اللي استدعيناك. قلت لك انا مانيش انا تليفوني يتساق. ما ينجم حد حاجه يبعث لك تليفون كي تهبط حاجه باسمك معناها انت افهمها. وباسمك انت هبطت مش باسم عبد اخر معناتها يعني لونا حددت. باهي واضح. اي استدعاء دائما انتم ما عندكم ما تقولوا لي ولا نجيبوا لك ستيل ولاد خاطر ثبتنا وحتى السيق على سيق ولا تحب انت فهمت قاعد نحكي انت لك يا مدام لونا ولا مش قاعده تفهم فيه؟ قلت لك ما منش ما فهمتنيش دونك ما منش عارف اش تحبني نقول لك. تشرب قهوه عربي مدام؟ نو ميرسي. مانيش عابد مانيش عابد مانيش عابد. عطيني يا مدام تيق طريف نتاعك بالله. ما عندي حد شيء اصلا. لحظه برك. سامحني بلي نسلك سؤال كان تحب معناه ما تجاوبت عادي. تفضل. قداش عمرك؟ 24. فوق 100 سنه فوق 100. ثبت لي روحك تو 24 ولا خاطر انا خرجتي ماهيش 24. سي عام 98. لا لا ماكش عام 98. سي في التليفون خرجتي ماكش عام 98 يا مدام نون. عندك حاجه غلطه ملا من عام 98. الكردونيه اللي عندنا في الدوله ما يغلطوش. ما يغلطوش ما ينجموش يكونوا فيهم حاجه اخرى. ولا غالب يا اكوزا يا بيلي جوزيف صوتك لطف. قلت لك ماهيش عبد ماهيش عبد. تشنيه معناتها حيوان ما فهمتش مش عبد. مش حيوان. حاجه ذكرتني بحاجه من عام 98 عمرها 24 سنه. شنو هي؟ كثروا علينا الموقوفين. خليها نعاود نسالها نفس السؤال اللي سالته لها البارح. يس قلت تحبش تقدم شكايه بالسيد اللي خذا من عندك شخصيه ب 20 مليون. شكون خذا من عندي شخصيه؟ مش هي مش هذه لونا الاخرى. مش هي ديتك خذت كثر علي. ما تقلت في لونا انا ولا لا لا لونا حداد انت حافظك شربت ماء. لونا الاخرى نحكي لونا الاخرى اللي صار معاه. لونا ري ولونا حداد. اي اي فما زوز لونا خاطر. يا مدام فسرنا على السبيتنا تو خايبين معاكم احنا يعلم بينا ربي. لا ما فماش بخير منكم. باز نعرف ربي من قلبك راه نعرف مش من قلبك خارج راه. لا من قلبي ما حسيتش من صوتي. زي باين هاو. اي حكينا على روحك لونا. علاش تحكينا على روحها باش نخطبوها؟ قل لي مدام لونا علاش سبيتنا؟ شنو اللي خلصك باش تسبنا معناتها ما يسالش؟ كيما هو سبني توا شكون سبك؟ خاطر انا عندي حسب ما نعرف باستردز وماهيش عابد نفس المقام ولا؟ لا عابد مش عابد قصده يحكي كيما شو اسمه لوزاندا. ما خلي يفسر لنا هو ما يسالش. لا نعرف سمعت موضوع قبيليكا وفهمت نفس الموضوع بريسك انت وياك. ما عندي علاش نقعد نعاود فيه الموضوع. يا باهي عندي استدعاء باش تسالوني على الاستدعاء ولا باش نحكي حاجات اخرى؟ والله انا سالناك انكرت يا مدام. انا قلت لك تليفوني تساق ما عندي شيء حتى من بطاقه التعريف هزوها لي. اوكي مدام وفات المقابله جاوك به. ميرسي. بالسلامه. يا جان كم كم احكي لي كم. كم فسر لنا خارج جوزيف ويليامز يفسر. واني لهنا. الزلمه يستقبلوني معاهم ما تراش بعضكم. انا رافي نسكت.
شبيك جا كنت تسمع فيا ولا ايه؟ تسمع فيك؟ ترى فيا ولا ايه؟ عينيك كتير اللي جنكو مفهمتش انا صاحبي ياسر بخ حكيت الفلاورز راهو شي وقف المخز هدي انا والله اخر اهتماماتي حكيت الفلاورز على بعضهم بخرافات التافهه ما نطبحهاش دي انا سامحوني خويا عندي سويد علاش هذيك روحت من الملك هذي خويا انا توني مانيش فيه على خاطر ما يش عبد انتي مش معنيها ما يش عبد عبد كما قولوا نحن انسانه جاي من فضاء اخر من الرب اخر من ما هم مش فرد اله نحن وياه باه كيما هم مش فرد اله زيد على زبي كرزه هاي ليه هي زيد على كرزه هي زيد على كرزه اللي هي من عام 1538 هذاك باه وانا من عام 1902 الزبي تمشي حبس على كرزه امريكا هي ابدا اكثر من الحبس هي دي تمشي حبس ولا ما تمشيها هي فسر هي انسانه مش انسانه بليتو هي كيما نقولوا حاجه نقولوا نقولوا نحكي لغه حاجه طلع كشنية هي حاجه مش فاهمه اصلا العيشه نتاعنا كيفاش السلام عليكم حتى كي مش عارف علاش باب المركز محلول يا والله لا فهمت انا بلي برا نسكروا زي حتى كي صار الكار بوستنج هي ريتها قاعده بعيد برسني مش تعم فيه معاهم انا تعرف اللي حكيت معايا قلت لي ديجا انا جابتني لبرا علاش انت كلمتني في الراديو قلت لي ايجا انا كنت نوصلها وراجع انا جيت رجع قلت لي اسمعني قلت لي انت خطير برشا علينا ولا شنية قلت لي انت تعرف برشا حاجات بالرسمي ما يعرفهم حتى حد وقلت لي كان ماذا بيا ما تقول عليهم الحد ويقعد هذاك زميلك جانجو ولا شكون يقعد زاد هو ما يقول عليهم الحد خير خاطر كي قلت لي باش تزرني انا وتزر كلوز فريند تاعي فهمني جانجو ولا الموضوع ما يستحقش باش تحكي عليه جملة الا موضوع ريت انا اول ما سمعته شتني الضحك فما بعد استوعبت بشويه وبالرسمي هذاك علاش قلت لك راك ماكش متكيف ولا شد روحك لحظه برك بس ماني بجاه ربي يخدم خدمتك في الكزوز بجاه ربي هم بيجيبوا لي شويه دقله وعمره وثاني تي باش يجيبونا برشا دقله سيرتو في الاخر السدي سب يا عاد هذاك عيني يا عاد مش قد وسب عملهم بالكل ولا اللي باللاكا الفوق كيف وصحة جنكو كيف درت له من تالي ولقيته ضاير عطيته الحبس طلعت على البي ام نتاعو لقيته مقابلني مش يغزر لي جملة قربعت صحيت يا بيه صحيت يا قربعت كان جرا لاكا لهنا مطيش ودي سبيبر كا يدور شكون عنده وكا تو بكي والله ما يجيب لاكا ويجي وناخذه زادة ونخبيه وجابوا به ها؟ هو مش تخبيه؟ ستاش انتيا ساهي تعجبني كي بحب واحد حتى اللب الحبسي قطع عمان ودخل واحدة بيت دجاج وفهمت شي مقتلك الدولة شو هر؟ اصلا مش كون قطع الحبس طبعا مش كون قطع بالحبس يا اخي ما منقوب الحبس يعني قلت لك بيت دجاج مش حبس بيت الدجاج مش بسايب هاك شي كرب سمعت فيك تحب تكمل ده لحني اي بدي في ستريقل مش ننظف المناظر انت عودني والله سمعت برش احصائيات جانجو بش نعلمك فيها على حكاية برجولاي حكيت انا وش كون كان فاهمني مش تولي انت الكادر الكبير لا ما نحبش بجاه رب ولا ما نحب نوري تحت الكادر الكبير تنصلح من غادي انا راه عطيته اقتراح وعجبه راه فهمتني شكون اللي هو سيبي ما عاش فما متراك بالبايت ولا لا متراكنا قوية جوها بيه لما هذي منظرة حلو تشوي تشوي البايت راي تشوي تشوي طحنوا طحنوا للبنات طحنوا كيك والله لا طحن الزبي بقى تحكي بس ما تحكي معايا تبرا نيك انا طحن اللي تحكي لي انا جانجو طحن كبير انت والله هنا انا فسرت لك عليه شو هيك الجانجو زي ما خلت عليه بس حلل الباب يا طحان والله هي ليه والله هي عيطت لي الزبي قد مش نحكي لك موضوع مشكله يا جانجو اكوزا طحان وفرحان يا اخوي الطحان تشدني من الزبي صفو كان زي الطحان راي ما بقاش تشكي الزبي اللي عملته تيي تضرب اللغة تيي
سنيك نضربوا فيه كتزنقوا. احكي لي الذبي صار. ما نحكي لك شيء يا ولدي، ما نحكي لكش انت بالليل. طحان انت، انت مش تعود له. جاكم بيت ولا بديك لا تتخرنا فيه. شكون اللي عنده الحق؟ عنده الحق يحيى الامن. اسمع الطحين بالرسمي جنك. الطحين على قاعده. الطحين على قاعده. شرش شرش عايش كاي برا نمشي ومساعد سلام سيد العام. ان شاء الله تنعاود نرجعوا بالليسانس ان شاء الله. مرحبا بكم. ترجعوا بالليسانس. ترجعوا بالليسانس والمزوج. اي بالليسانس يعرقون مركز هذا. اي اخوي اي اي نمشي مساعد. كان يحكي معكم اكبر كماندا في العالم راه يجي ساعه يجي يمشي. طلع بالليل تعملوا لي جيني. قال لي جيني على اسمه حاج. قلت له وريني اخوي اللايسنس اللي انت محامي وريني حاج. يعني ما عنديش بعد. رجعلي نفس لحظه وسلع يا جانجو. طلع كي خالد هم داروا الدوره والله سمرتهم. طلع ايش خلوا برا برا لبسوا لبسوا نمشوا نقعدوا مع نوريا نرجعوا معاه. شكون يفركس الزب يعني التركيز يا سيدي؟ انا راني من ناحية شيء ناحية كان الماء والماك للزب. ما عنديش انا. في حد عندي كعبة تحفظ؟ هاي دبو زماء سمرت لوطة في جيبك. اعطيني ماك لا يا جانكو. والله عطشي انا. هاي تصدق كفنها في جيبك واللوطة. ايه هذا كذب بالله. اسمعني الاوليد اختنا من القاحب حطوا كل واحد ديما المحجوس المحجوس عليه يفركسكم ينزل كل شيء الزب اللي تعبت عليه. والله لا زيتك شيء. لا ليه عليك انت تو تحتك محجوز تو كاني نيكوك بزبي بارد ميلا وشو تيزو محجوز نكون مارك. اعطيني يا ميكلر يا هيك في القاعة يعطيك عمي يا هيا. انا برجو ليا برجو ليا ملا 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 طحان طعنين برجو ليا اطلع نيك اطلع ايو تشوي عدي عدي يا خطر يا دي لحظة شو تبدي يا جنجو ضيهك وتهز الزبي للسبيطار وين عليه الطحين انت يبر طحين تعجب زبي والله تعجب زبي هاي يا نستو